يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا في ردود فعل واهتمام كبير جدا بحديث سيادة الرئيس امبارح خلال زيارته لقرية سدس الأمرة بمحافظة بني سويف. كان الحديث منصب حول الحوار الوطني وتأكيد الرئيس على أن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة بتجمعهم، ده كان وراء دعوته للحوار الوطني واللي جمعت النسيج المصري بكل عناصره. وصف كمان الرئيس الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها مشجعة على الاستمرار فيه، عشان كده كانت استجابة سيادة الرئيس ليها فورية، وتوجيه كمان الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء الفعلي في تفعيل هذه الآليات. بالفعل شاذلي، يمكن كمان الحقيقة الحوار الوطني قدر أنه يجمع كل أطياف الشعب المصري على هدف وأرضية وطنية مشتركة. في الواقع أنه اللي بيتابع جلسات ومناقشات الحوار الوطني هيجد أنه في تفاعل كبير جدا مع الأفكار اللي بيتم طرحها في كل الملفات، وأنه فعلا الحوار الوطني قدر أنه يوجد مساحات مشتركة من أجل الوصول لتوافق حول العديد من القضايا اللي بتشغل بالنا جميعا، إن كان في الملفات الاقتصادية أو الاجتماعية. دي يمكن من أهم حتى النقاط اللي تحدث عنها سيادة الرئيس أمس. وعشان كده كانت الاستجابة السريعة من سيادة الرئيس للحزمة الأولى لمخرجات الحوار الوطني هي عبارة عن رسالة طمأنة، رسالة طمأنة للقوى السياسية للشعب المصري كله بأن الحوار الوطني هدفه الأساسي هو خلق مناخ سياسي جديد يتسع لكل القوى الوطنية. طبعا بنشوف في الجلسات جميع فئات المجتمع المصري ممثلة داخل اللجان عشان هدف رئيسي. إيه هو الهدف؟ الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن. بالتأكيد تجربة الحوار الوطني خلقت حيوية داخل المجتمع المصري بكافة مكوناته، عشان كده كان طبيعي أن التوصيات تخرج في سياق وطني وتضع الحلول اللازمة لكافة الملفات اللي تم طرحها. وهنتابع مع حضراتكم خلال حلقتنا النهاردة كمان المشروعات التنموية في صعيد مصر، خاصة طبعا زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لبني سويف وقرية سدس الأمراء على وجه التحديد. بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لميرنا نصبح عليها ونتعرف منها على اخبار الشوارع والمرور. صباح الخير عليك يا ميرنا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا جمانة. وخلينا نستعرض احوال المرور، خصوصا ان احنا في بدايه الاسبوع وناس كتير عايز تعرف اذا كان الدنيا زحمه او الطريق يعني اخباره ايه. صباح الخير عليك يا ميرنا، اتفضلي. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلينا نبدأ بشارع رمسيس واللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية، ونفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ونروح عند كوبري الجلاء واللي هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار فيه كثافات نسبية هتبدأ وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكبلات. أما في الجيزة فخلونا نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي أيضاً بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب غلق الطرق.
كمان في تقاطع مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وأيضا كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. خلونا دلوقتي كمان نروح لمحافظة أسيوط، ولا يكون قدام مستشفى الجامعة بتشهد سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان خلينا نكمل جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان واللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. أما دلوقتي فخلينا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولسه في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتسجل 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان واللي هتسجل 39، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح ولا تسجل 30 درجة. خلينا نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها بكل تأكيد زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية ستس الأمرة في بني سويف امبارح، وافتتاح سيادته لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. طبعا خلال الزياره دي يا جمانه امبارح سياده الرئيس وجه الحكومه بتنفيذ عدد من القرارات، منها زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه بقت 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافه العاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصاديه، وكمان زياده الحد الادنى الاجمالي للدخل للدرجه السادسه عشان يصل ل 4000 جنيه بدل من 3500 جنيه. تفاصيل هذه الاخبار واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية ستس الأمراء بمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. وخلال الزيارة توجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سرادق العزاء وتقدم بالعزاء والمواساة لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار وفيضانات ليبيا. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدد من القرارات، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه ل 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. تضمنت القرارات أيضاً زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 مليون أسرة، أيضاً مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وده مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وأيضاً إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته مع أهالي بني سويف: لا شك إن الظروف صعبة صحيح، وأنا منكم وحاسس بيكم، بس خلي بالكم يعني بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جداً، سنتين منهم الدنيا كلها والعالم كله علشان موضوع كورونا واللي حصل، وسلاسل الإمداد تأثرت تأثر كبير والعالم والاقتصاد كله توقف، لكن إحنا ما توقفناش،
علشان إحنا ورانا حلم كبير قوي شغالين فيه، وكنا نأمل إن الأمور أحسن، لكن جت أزمة تانية كبيرة وكان ليها تأثير كبير، وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة اللي بقول فيها ليكم افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا إذا نجحنا فيها ننطلق لآفاق أفضل، وكان معدل النمو متقدم وصل ل 5.8%، وكنا نأمل أكتر من كده. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار. كمان امبارح توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال الرئيس في تدوينة عبر تويتر: أتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات. شكراً لكم من كل قلبي، ودائماً وأبداً تحيا مصر. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة حصلت في محافظات مصر امبارح. في الوادي الجديد مثلا تم الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الدخلة، تكلفتها وصلت 1,600,000 جنيه، وده ساعد لأول مرة في زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة. أما في الأهلية فتم افتتاح معرض أهل المدارس للمستلزمات والأدوات المدرسية في أهل. ومن الدقهلية نروح لسوهاج، واللي تم الإعلان عن فحص 63,000 مواطن خلال أغسطس اللي فات ضمن حملة 100 يوم صحة. أما في الشرقية فتم تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون جنيه بمركز هي. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد تم الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الدخلة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وده ساعد لأول مرة في زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة ل 18 ساعة دون انقطاع، وأيضاً تحسين كفاءة الخدمة ووصولها لكافة المناطق اللي كانت بتعاني من ضعف الخدمة. في الأليوبية شهدت المحافظة افتتاح معرض أهل المدارس تحت عنوان معرض المبادرات الشبابية ضد الغلاء، واللي أقيم بمركز شباب مدينة قها لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة. يتضمن المعرض توفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية مع التركيز على المنتج المصري بهدف الترويج للصناعات المحلية. في سوهاج أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن توقيع الكشف الطبي وفحص 63,800 مواطن ومواطنة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر أغسطس الماضي. في البحر الأحمر يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من امبارح السبت وحتى نهاية الأسبوع 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من عدة دول مختلفة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط وحتى وصولهم للفنادق المختلفة. في المنيا أكدت مديرية الطب البيطري تقديم خدمتها الـ 1492 رأس ماشية شملت علاج جماعي وعلاج باطني وتجريع ضد الطفيليات الداخلية وفحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة للتوعية للمواطنين في مجلس قروي بني محمد سلطان بمركز المنيا، وده في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون و500 ألف جنيه بمركز هاهية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشباب والرياضة والأبنية التعليمية، والمشروعات دي جاهزة للافتتاح في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. مشاهدينا فقراتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحا، لكن هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معكم باقي فقرات.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. طمنينا عن أخبار الطقس النهاردة. هي طبعا الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. الكتل دي معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها، فعشان كده درجات الحراره خلال هذه الايام حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره بتتراوح ما بين 33-34 درجه مئويه، عشان كده احساسنا بالطقس خلال فتره النهار بيكون طقس حر على المناطق الكبرى المحتله على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، خاصة كمان ان احنا ممكن نحس بوجود بعض نسب الرطوبة مع هدوء سرعة الرياح، لكن مع دخولنا فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. بالصغرى فترة الليل بدأت تنخفض ونسجل درجات حرارة ما بين 23-24 درجة مئوية خلال فترة الليل على المناطق الشمالية. أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب وأيضا في فترات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح بيقلل نوعا ما إحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو، بيلطف الأجواء بشكل كبير وهو اللي بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة فترة الليل. كمان مستمر معانا الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، هي تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقول تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تدريجيا تتحسن على أغلب الطرق. يمكن الحمد لله الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع كمان هتظل مستقرة في معظم المحافظات، ودرجات الحرارة ما فيهاش أي ارتفاعات، يعني هتتراوح ما بين 33-34 عظمى على القاهرة الكبرى. طيب يا دكتور، يعني بالنسبة للمناطق اللي هتنشط فيها الرياح هتكون يعني أنهي مناطق؟ هو طبعا بعض المناطق من القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، بعض المناطق من السواحل الشمالية جنوب سيناء، بعض المناطق من شمال الصعيد، المناطق دي كلها اللي معرضة لنشاط الرياح، لكن ايضا سرعات الرياح مش مرتفعة، يعني سرعات الرياح بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، يعني مش نشطة بالشكل الكبير. بس احساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو او بتقلل احساسنا بدرجات الحرارة غير مثيرة لاي رمال وأسرع. طب يا دكتور، درجات الحرارة هتفضل منخفضة لا بالليل ولا هتكون يعني في الصباح الباكر بس؟ هي طبعا درجات الحرارة احنا بنحس بانخفاضها في فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أول ساعات الليل بتكون لسه درجات الحرارة يعني ما انخفضتش بالشكل الكبير، يعني فترة المساء وساعات الليل الأولى بتبقى درجات الحرارة لسه مرتفعة أو نقدر نقول ما انخفضتش بالشكل الكبير، لكن الانخفاض الملموس والملحوظ بيكون فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. ويمكن احنا كمان خلال الأيام المقبلة إن شاء الله مع نهاية شهر 9 وبداية شهر 10 هنبدأ نشعر بالفرق بين فترة النهار وفترة الليل، نحس إن درجات الحرارة بدأت تبقى فيها فرق كبير من فترات النهار وفترات الليل، هنبدأ كمان نشعر بيه مع شهر 10 إن شاء الله سنة البرودة خلال فترات الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر، فهتظل درجات الحرارة خلال فترات الليل خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله كمان منخفضة. إن شاء الله يا دكتور. نشكر الدكتورة منارة غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلونا نبدأ بالقاهرة العظمى، هتسجل 34 درجة والصغرى 25، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 25. أما بالنسبة للإسكندرية فالعظمى 31 درجة الصغرى 24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-21، ودمياط 32-25.
أما عن بورسعيد فالعظمى هتسجل 25 درجة والعظمى هتسجل 32 درجة والصغرى 25، الإسماعيلية 35-22. أما بالنسبة للسويس فالعظمى 34 درجة والصغرى 24، العريش 32-23. أما بالنسبة لسانت كاترين فالعظمى هتسجل 31 درجة والصغرى 15، طابة 32-25. أما بالنسبة لحلايب فالعظمى هتسجل 33 درجة والصغرى 28. شلاتين هتكون العظمى 36 درجة والصغرى 28، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27. أما عن الفيوم فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 35 درجة والصغرى 24، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 38-22، أسيوط 35-23. أما عن سوهاج فالعظمى هتسجل 36 درجة والصغرى 24، إنا 38-26، الأقصر 39-27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28. خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة مع باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ميرنا. مشاهدينا سريعا جدا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه وكمان في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وأكد مكتب التنسيق أنه تيسيراً على الطلاب هيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكمان طلاب المرحلتين الأولى والثانية اللي لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، وده وفقاً للطاقة الاستيعابية. النهاردة هيحيي المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين اللي بتنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان مئوية فنان الشعب، ويقود المايسترو كورال أبناء مصر في 8 مساء. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في البطولات الإفريقية. المباراة الأولى تجمع بين الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الساعة 4 العصر. المباراة الثانية هتجمع بين سنجيدا فونتن جيت التنزاني وفيوتشر في الدور 32 من الكونفدرالية الإفريقية في نفس الميعاد 4 العصر. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة. يلتقي بيرنموث مع تشيلسي الساعة 4، الساعة 6:30 يلتقي أرسنال مع إيفرتون. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمحافظة أسوان، واللي أعلنت مشاركتها بشكل رسمي في مسابقة للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية 2024. بكل تأكيد محافظة أسوان بتعتبر من أهم المدن الأثرية والثقافية الفريدة مش بس في المنطقة العربية لكن في العالم كله، واعتقد ده بيديها فرصة كبيرة جدا للفوز في هذه المسابقة. بكل تأكيد خلينا نروح نشوف في التقرير اللي جاي ازاي محافظة أسوان استعدت بتجهيز ملف متكامل بمختلف مقومات المحافظة السياحية والأثرية والجمالية للفوز باللقب. محافظة أسوان شاركت في مسابقة عاصمة السياحة العربية 2024، وذلك في ظل تفردها بالتنوع في الحضارات والثقافات التي شهدتها المحافظة عبر العصور. وأعلنت المحافظة عن جاهزيتها في إطار الاستعدادات الجارية لتجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024. وتستهدف أسوان من مشاركتها في تلك المسابقة بأن تكون قبلة ومقصدا للسياحة العربية في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان، كما أن هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل في السياحة العلاجية والترفيهية والسفاري والصيد لإقامة مراكز متخصصة في الخدمات السياحية والأنشطة المتنوعة في هذه المجالات بما يتوافق مع تطلعات السائحين. ويشتمل ملف المحافظة على عناصر متميزة وقادرة على إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية، مع إظهار المزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان لجذب السائح العربي. كما تساهم المحافظة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية، خاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهيجن، وأيضاً الصيد والسفاري ومراقبة الطيور،
بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة والثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية. وتسعى محافظة أسوان في الوقت الحالي لاستكمال خطة الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسي والمعالم السياحية والمحميات الطبيعية بجميع أنحاء المحافظة وتوافقها مع الكود الخاص بحركة سير ذوي الهمم، وهو ما يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات التي تصب في صالح جذب المزيد من السياحة العربية، خاصة في مجال السياحة العلاجية والبيئية. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتور أحمد فرمان، المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. إحنا واثقين ومتأكدين أن محافظة أسوان بتنطبق عليها شروط، مظبوط؟ إيه مظبوط يا فندم. طيب عايزين نعرف يا فندم إزاي استعديتوا للدخول في هذه المسابقة؟ هو حضرتك في البداية المسابقة دي هي جايزة اسمها عاصمة السياحة العربية، تعلن عنها المنظمة العربية للسياحة، وهي واحدة من منظمات جامعة الدول العربية، وهي يعني بتعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب. والمنظمة دي تأسست سنة 2004 وفاز بها السنة اللي فاتت اللي هي السنة دي 2023 الدوحة، مدينة الدوحة. وحاليا طبعا أسوان مرشحة بملف، وإن شاء الله طبعا تكون هي عاصمة السياحة لعام 2024 إن شاء الله. دكتور أحمد بعد التحية، يعني إزاي استعديتوا عشان تدخلوا هذه المسابقة؟ يعني ملف التقدم لهذه المسابقة بيحتوي على إيه؟ هو حضرتك طبعا معالي المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية طلب عمل ملف للفوز باللقب وليس المشاركة أو التمثيل المشرف، وخصوصا أن احنا عندنا طبعا يعني خبرة في التعامل مع جوائز جامعة الدول العربية، لأن سيادته لسه فايز برضه بجائزة أفضل محافظ في المنطقة العربية. فعشان كده يعني في ملف كويس إن شاء الله يعتمد على الأساسيات المطلوبة في المدينة اللي بتترشح لعاصمة السياحة العربية. هما خمس قواعد أساسية. نمرة واحد إدارة السياحة. نمرة اثنين البنية التحتية والموارد. نمرة ثلاثة السلامة والأمن. نمرة أربعة تنوع الأنشطة السياحية. نمرة خمسة حماية البيئة. وأعتقد إن احنا يعني غطينا كل النواحي دي. لو سمحتي لحضرتك يعني ممكن أشرح كل نقطة. تفضل. بسرعة يعني. تفضل. بالنسبة لإدارة السياحة، احنا عندنا منشآت سياحية على أعلى مستوى في أسوان وليها طابع خاص، لأنه بيتوفر فيها مزيج من الطابع المحلي الأسواني والتاريخي والعربي، وبيتم بصفة دورية بناء قدرات العاملين بالسياحة من مختلف الفئات، سواء كان سائق الحنطور، سائق التاكسي، المرشدين السياحيين، العاملين بالمنشآت الفندقية وهكذا. إنما بالنسبة للبنية التحتية والموارد، طبعا الجهد المبذول على أرض أسوان بيشهد على تطوير كتير من كبير في الإحلال والتجديد للبنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي والطرق والاتصالات اللي كلها بتصب في خدمة السائح والمواطن الأسواني، بالإضافة إلى مشروع الهوية البصرية اللي دشنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفالات بأسبوع الصعيد في 2021، وبيشمل على وضع بصمة فنية يعني بتنبع من تراث وموارد وسكان أسوان، بتمثل محافظة أسوان كبراند عالمي في سوق السياحة أو في صناعة السياحة. بالنسبة للبند رقم 3 اللي هو السلامة والأمن، طبعا بيقوم سيادة المحافظ سيادة اللواء أشرف عطية بنفسه بحملات تفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من جودة المنتج المقدم للسائح، بداية من الأكل والمزارات ووسائل الانتقال وغيرها. وطبعا مع التحول الرقمي الرهيب اللي بتشهده المحافظة، فبنمر بمرحلة من في السلامة والأمن بطفرة كبيرة في خدمة القطاع السياحي، من ناحية تأمين الطرق، من ناحية الخدمات السياحية، من ناحية الخدمات الرقمية وهكذا. بالنسبة للبند الرابع تنوع الأنشطة السياحية، طبعا أسوان هي نموذج للسياحة الثقافية، ده لا شك فيه، وبتتمتع بآثار فريدة. يعني اليونسكو اعتبر مدينة أسوان من أسوان حتى أبو سمبل موقع تراث عالمي. يعني مش محتاج إن أنا أقول لسيادتك إن فيها معابد أبو سمبل وفيلا وكومومبو وإدفو، بالإضافة طبعا إلى المتاحف المختلفة.
لكن حابب اذكر ان احنا بنركز على انواع تانية كمان من السياحه، وهي جداً. مثلا سياحه مشاهده الطيور اللي هي مهمه جدا، وخاصه في فصل هجره الطيور الى اسوان. برضه السياحه الرياضيه وخاصه السياحات المائيه، كل انواع السياحات موجوده بالنين. عندكم في اسوان. طيب احنا ازاي بقى بكل هذه المقومات استعدينا كمان؟ يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن استعداداتنا للفوز باللقب مش لمجرد المشاركه في المسابقه بالزبط. ازاي كمان بنستعد للموسم اللي جاي، موسم السياحه اللي جاي في الشتاء؟ ما هو نفس الشيء يا فندم، يعني كله بيخدم على بعضه. يعني استعدادنا للمسابقه هو نفسه استعدادنا للموسم السياحي المقبل. اصل يعني وقت موسم السياحه كمان يا دكتور، حضرتك عارف يا دكتور احمد انه بيكون في اقبال زايد من السياح، وكمان السياحه الداخليه، يعني كلنا بنتجه لاسوان في فصل الشتاء. بالظبط يا فندم. لا في استعداد بشكل كبير، لان احنا طبعا عندنا خبره في استقبال السياحه وخاصه في فصل الشتاء، ففي استعداد كبير سواء من السياحه الداخليه او الخارجيه. طيب دكتور احمد، بالنسبه للفتره اللي جايه، ايه خلينا نقول البرنامج اللي محضراه المحافظه لاستقطاب السائحين، إيه هل في برنامج معين، هل في فعاليات او انشطه معينه؟ هو في طبعا انشطه يعني اللي بتحدث سنويا، زي احتفال بتعامد الشمس، الاحتفال بالعيد القومي، مهرجان التمور وهكذا. ولكن المحافظه بتجهز، يعني ان شاء الله هيكون في مفاجاه. انا طبعا ما عنديش لسه، مش هينفع اعلن عنها. مفاجأتين ان شاء الله قريب جدا هيحصلوا في اسوان باذن الله، يعني ان شاء الله هتبقى طفره في عالم صناعه السياحه ان شاء الله. طبعا برضو في حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للبند بتاع حمايه البيئه، برضو ان طبعا اسوان عامله برنامج كبير تقليل الانبعاثات الكربونيه، زي مثلا تحويل العربيات سواء كانت تاكسي او سيرفيس للعمل بالغاز الطبيعي، وبرضو تدوير المخلفات الزراعيه اللي بيتم الاستفاده منها في اعمال يدويه، يعني بتدر عائد على خاصة السيدات المعيلات والفتيات اللي هم غير عاملات. وبرضه الطاقة الشمسية اللي هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وعندنا طبعا أكبر محطة في العالم اللي هي محطة فارس. فلا يعني أسوان بتشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله اللقب يكون يعني من حظنا بإذن الله يا فندم. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد فرمان، مشرف على ملف السياحه بمحافظه اسوان، بشكرك جزيل الشكر يا فندم. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. بعد سنوات من اغلاقه للترميم، تم امبارح افتتاح جامع سليمان باشا الخادم بقلعه صلاح الدين الايوبي والمعروف باسم سريه الجبل، وده بيجي في اطار خطه متكامله لافتتاح عدد كبير من المواقع الاثريه ورفع كفاءتها وترميمها. أعمال الترميم اللي بتتم للمواقع الأثرية بيخلي عندنا مقاصد سياحية جديدة، بيحافظ على تراثنا للأجيال اللي جاية. خلينا في تفاصيل أكتر عن هذا المشروع من دكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. صباح الفل. أهلا بحضرتك يا فندم. لو في البداية نتعرف على تاريخ مسجد سليمان باشا الخادم ومكانه في قلعة صلاح الدين، ليه سمي كمان بسرية الجبل؟ لو تدينا يا فندم بعض التفاصيل عنه. بالنسبة يعني اسمح لي في البداية أقول لحضرتك إن احنا بنشاهد في الآونة الأخيرة، يمكن كان بالأمس القريب، في افتتاحات زي ما حضرتك ذكرتي كثيرة، وخاصة في مجال الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وده تراث مصر الحضاري والأثري. احنا في امبارح طبعا معالي وزير السياحة ومحافظ القاهرة وأمين المجلس الأعلى للآثار افتتحوا جامع سرية الجبل بالجزء الشرقي لقلعة الجبل. قلعة الجبل أو قلعة صلاح الدين بتنقسم إلى قسمين، القسم الشرقي اللي هو من جهة شارع صلاح سالم اللي فيه الأبراج، بداخله هذا الجامع اللي حضرتك بتعرضوه دلوقتي على السادة المشاهدين. الجامع بناه الوالي العثماني سليمان الخادم في عام 935 هجرية الموافق 1528، دي في الفترة العثمانية. واحنا بنقول ان الجامع ده التصميم بتاعه والتخطيط بتاعه في علم الآثار متاخد من تخطيط الجوامع اللي موجودة في بلاد تركيا، ولا سيما في اسطنبول. انما زي ما الصور بتبين العناصر الزخرفية، الجمال اللي فيه بإيد مصرية، والزخارف اللي فيه كمان زخارف مصرية بترجع الى الفتره المملوكيه. يبقى هنا احنا هو عثماني التراث، انما الفن اللي فيه معظم الفنون الزخرفيه اللي على المنبر واللي على الجدران كلها مملوكيه.
هو بينسب خطأ لسارية الجبل. سارية الجبل ليس طبعا القائد العظيم اللي في الفترة المبكرة أيام الخليفة عمر بن الخطاب، ليست هناك علاقة تماما بهذا الجامع وسارية الجبل، هي أطلقت عليه خطأ، وحتى المؤرخين والأثريين مش عارفين إيه سر التسمية. إنما في بعض الآراء بتقول إن كان هناك في صار زي عمود كده بجوار، لأن خلف هذا المسجد بيوجد الباب الرئيسي اللي كان بيؤدي إلى قلعة الجبل المعروف باسم باب المدرج. فممكن يكون التسمية، إنما عايز أقول لحضرتك والسادة المشاهدين، ليست هناك علاقة بالمرة ما بين القائد سارية الجبل وهذا المسجد. وعشان كده احنا بنأكد ونقول هذا المسجد هو مسجد الوالي العثماني سليمان الخادم. نشكرك يا فندم على التوضيح الهام ده طبعا. طيب الدكتور جمال، محتويات هذا المسجد عايزين حضرتك تشرحه لنا وتقول لنا كمان اعمال الترميم خدت وقت قد ايه، وازاي قدرنا اصلا ان احنا نقوم بهذه الاعمال. اعمال الترميم ما كملتش اكتر من سنتين، والحاجه الجميله ان الترميم والتمويل وكل شيء بايد مصريه. وزي ما انا قلت لحضرتك في البدايه ان يعني احنا المجلس الاعلى للاثار دلوقتي يعني في نشاط ملحوظ، ومفاجاه ان في الايام القليله القادمه هناك افتتاحات اخرى. ما بقولش افتتاح، انا بقول باعاده بقى ترميم واعاده تاهيل وما شابه ذلك بايد مصريه، ولادنا ما شاء الله على درايه وعلى علم بعلم الترميم. ده دليل على ان فعلا الخريطه السياحيه في مصر ما شاء الله بقت كامله متكامله، وبدانا دلوقتي نشوف اثار كثيره بيتم ترميمها. انا بتكلم على مجال الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه، وده بيدي او بينعكس على الخريطه السياحيه. كثير من الاخوه المرشدين وكثير من ضيوف مصر سواء اجانب او عرب او مصريين كمان، لما بيروح القلعه، حضرتك عارف القلعه وما بها من اثار متنوعه، دايما بيسالوا على جامع سليمان الخادم. مغلق. احنا دلوقتي ومن امبارح بنقول لا، الجامع مفتوح وتعالوا زوروا الجامع. وزي ما حضرتك شايف قد ايه الجامع منبهر وبيتميز بعناصره المعماريه والزخرفيه، الجامع ما بين الفن العثماني في التصميم والفن المصري في الزخرفه. طيب يا فندم، لو توضح لنا كمان ايه الاعمال اللي تمت خلال مشروع الترميم؟ طبعا الترميم بصراحة كان الجامع في حالة إلى حد ما يرثى لها، ووقفت الزخارف بقت واضحة، لأن كانت في بعض أو كثير من الزخارف اللي موجودة في الجامع كانت مطموسة تماما. بدأ إظهار هذه الزخارف. الأرضيات أيضا ما كانتش واضحة قوي للزائرين من قبل، بدأت عملية التنظيف والترميم. مش كده وبس، المدفن الشهير، لان هذا المسجد في الاصل كان مسجد بيرجع للعصر الفاطمي، خاص باحد الغلمان اسمه ابي منصور قصه من القرن ال 12 1141، يعني من العصر الفاطمي، وجا سليمان الخادم هدمه وطوره بالشكل اللي احنا شايفينه. برضو من اعمال الترميم بقول لحضرتك ان المدفن او المقام اللي موجود بتاع ابي منصور قصه، ومدفون به مجموعه من الامراء في الفتره العثمانيه الاخيره، بدا يظهر ايضا كمان تم اكتشاف، وبقول تم اكتشاف اثناء عمليه الترميم، على موقد يعني شفنا مجموعه من الاواني اللي بتستخدم للاكل، لان كان ملحق بهذا الجامع زي ما بيقولوا دايما في الوصيه، بتقول كتاب، لا احنا بنقول تكية. والتكية هنا مخصصه للدراويش اللي دايما كانوا بيستخدموا هذا الجامع للصلاه وللاقامه، كان ملحق بيه، ودي ظهرت قوي قوي قوي، يمكن كانتش موجوده وباينه قبل عمليه الترميم، اللي هي التكية الملحقه بالمسجد. عظيم. دكتور جمال، المسجد ده لم يكن الأشهر بالنسبة لنا كمصريين، يعني احنا بنروح القلعة ممكن نزور القلعة ونشوف مسجد صلاح الدين، لكن المسجد ده يعني مش معروف قوي بالنسبه لنا كمصريين. هل في اثار تانية موجوده داخل القلعه؟ هل في اثار تانية بيتم العمل على ترميمها خلال الفتره دي؟ طبعا، ودي كانت بتوجيهات من معالي الوزير امس، وانا سمعكم امبارح
بترميم وإحياء الآثار المغلقة من سنوات، زي قصر الجوهرة اللي هو مقر الحكم بتاع محمد علي باشا، زي سرايا العدل، زي قاعات كثيرة وكثيرة وكثيرة. القلعة يعني احنا ممكن نقضي فيها يوم كامل نستمتع بالآثار اللي موجودة بداخل هذه القلعة. إن شاء الله في الأيام القادمة هنشوف كثير من الآثار الموجودة داخل القلعة زي ما أنا قلت لحضرتك، هتظهر إلى النور وهتبقى القلعة كلها معالم سياحية. جامع سرية الجبل، جامع الناصر محمد ابن قلاوون، جامع أحمد العزب اللي ورا باب العزب اللي هو بيطل على ميدان صلاح الدين، بالإضافة للجوهرة الكبيرة اللي هو جامع محمد علي باشا الكبير. دكتور جمال، زي ما حضرتك قلت يا فندم، يمكن هذه القلعة، قلعة صلاح الدين، هي من أهم المعالم الأثرية عندنا في مصر، وجاري فعلا المشروعات فيها، مشروعات تطوير هذه القلعة على قدم وساق، لكن مهم كمان المناطق المحيطة بقلعة صلاح الدين. طبعا والزوار، أنا بزور قلعة الجبل وعلى طول بنزل على طول في الميدان اللي هو حتى اسمه ميدان القلعة اللي هو ميدان الرميلة سابقا، ده فيه كم رهيب جدا وجميل جدا من الآثار الإسلامية، وأيضا بيؤهل وبترمم كثير من الآثار اللي فيه بقى إيه، مدرسة وجامع السلطان حسن، جامع الرفاعي، جامع المحمودية من العصر العثماني، جامع الأمير قاني باي الرماح اللي مرسوم علشان نبين بس لأولادنا الأجيال العملات الورقية الميت جنيه مرسوم عليها مدرسة وجامع اللي في ميدان القلعة، قاني باي الرماح أميرة كور، وجنبيه في مدرسة صغيرة برضو جميلة جدا اسمها مدرسة الأمير جوهر اللالة. منطقة القلعة والقلعة نفسها فيها كم من الآثار، وكمان في محور بيتعامل بقى اللي هو محور باب الوزير والدرب الأحمر، وزارة السياحة المجلس الأعلى للآثار مشكورين بيقوموا بالاهتمام بهذه المناطق لكي تكون مناطق مؤهلة سياحيا وجميلة ونقضي يوم جميل في هذه المناطق. نشكرك جزيل الشكر دكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، كل الشكر لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع ميرنا. شكرا لك شازلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرانتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الهامة بهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين، من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات الأقساط المستحقة. كما وجه الرئيس السيسي خلال كلمته لدى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الأزمة الأوكرانية. أعلنت هيئة المواني البحرية الأوكرانية أن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا لتصبح أول سفينتين تستخدمان ممرا مؤقتا للأبحار إلى مواني البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والأسيوية. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانيها منذ بدء الأزمة وتفادي الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب. وغادرت 5 سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا. أكدت روسيا أن قواتها لا تزال تسيطر على قرى بالقرب من مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا، ونفت إعلان كييف استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها لا تزال تسيطر على قريتين رئيسيتين على الأقل جنوبي باخموت. وكان قائد القوات البرية الأوكرانية قد نشر مقطعا مصورا قيل أنه يظهر الاستيلاء على أندرييفكا.
قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي النيتو روب باور إن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر تتجاوز قدرات الحلف. جاء ذلك خلال مؤتمر سنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف النيتو بالنرويج. وكان رئيس اللجنة العسكرية للنيتو قد انتقد تأخر القدرة الإنتاجية في قطاع الدفاع وتباطؤ الإمدادات واستمرار الأسعار في الارتفاع. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده تعاني جراء التغيرات المناخية. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني خلال خطاب سنوي تعزيز دور الجيش لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية، كما أعلن مضاعفة الاحتياطي الخاص بالكوارث الطبيعية ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارا من عام 2024. تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد. كما دعا المتظاهرون السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. تأتي التظاهرة قبل شهر من الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 21 من شهر أكتوبر، كما تأتي في وقت سجلت فيه فواتير الكهرباء زيادة حادة مع ترقب ارتفاعها بمعدل 18% في عام 2024. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ناقش تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وخلال زيارته لروسيا تفقد القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط صوتية والسفن الحربية برفقة وزير الدفاع الروسي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كام وشويغو تبادلا وجهات النظر البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة في مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى، وسلامة المرضى فيها جوانب كبيرة من التوعية، أهمها على سبيل المثال الحرص على تناول الأدوية بشكل آمن ومحدود، خاصة طبعا الأدوية اللي بنروح نشتريها من الصيدلية بدون روشتة الطبيب. دي مشكلة. في مشاكل تانية كتير، في مثلا ممكن نكشف مرة وناخد روشتة ونفضل بقى مثلا لو في مغص، أي مكان في بطنك فيه وجع شوية هي نفس الروشتة بتصرفها بقى على مدار عمرك كله تقريبا، مسكنات، مضادات حيوية، أدوية شائعة بيتم استخدامها بشكل عشوائي. ممكن نسأل الناس اللي مروا بتجارب مماثلة، طب انت خدت ايه لما بطنك وجعتك، لما رجلك وجعتك؟ ده كله بالمناسبة يعني بيشكل خطر كبير جدا على صحتنا، عشان كده هيكون محور فقرتنا النهاردة بخصوص اليوم العالمي لسلامة المرضى عن ازاي نغير ثقافة استخدام الأدوية. طبعا كل الأسئلة دي هيجاوبنا عليها ضيفنا اللي بينورنا دايما في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور إسلام عنان، أستاذ صيدليات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. دكتور صباح الخير. صباح الخير استاذ شادي، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ جمال. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا. في اليوم العالمي لسلامه المرضى، ايه الرساله كده اللي تحب حضرتك تقولها في البدايه بخصوص الاهتمام بصحتنا؟ تمام، يعني خلينا نبدا بالشعار اللي منظمه الصحه العالميه اطلقته بمناسبه اليوم العالمي، لا ضرر ولا ضرار. يعني اهم حاجه في سلامه المرضى ان احنا نبقى عارفين هو الضرر جاي منين وازاي نقدر نتجنبه على قد ما نقدر. السنه دي بالذات، وطبعا اليوم العالمي مش قديم، احنا ده الخامس مره، بقى له 5 سنين فقط. السنه دي الشعار يتضمن حاجه مهمه جدا، اشراك المرضى في السلامه. يعني احنا دايما بنتكلم ان المنظومه الصحيه هي المفروض تاخد اجراءات اعلى في السلامه، نحاول ان احنا نقلل الضرر على قد ما نقدر، ولكن وجدوا ان في الاخر الموضوع ده صعب من غير اشراك المرضى في القرار. خليني اقول لحضراتكم ايه اللي خلى اليوم العالمي ده اصلا يطلع، يعني من 5 سنين، ان في الاحصائيات وجدوا ان 10 من كل 100 شخص بيتعرضوا لضرر وهم بياخدوا خدمه صحيه، بدل ما يتحسنوا الضرر يبقى ازيد. ال10 دول منهم 5
كان ممكن بسهولة تجنب الضرر ده. منهم ثلاثة الضرر بسبب دواء، ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. هنتكلم على ثلاث أشخاص كان ممكن نتجنب الضرر تماما لو خدوا الدواء صح، زي ما تفضلتوا في المقدمة كده. يا إما إن حد بياخد الدواء اتكتب له غلط عشان التشخيص غلط، يا إما اتشخص صح وخد الدواء بطريقة خاطئة، يا إما خد الدواء وخاف وكرره وهو مش مفروض يكرره، أو كرر بتاع جاره أو صاحبه أو ده أنا على فكرة مش بتاع جاره وصاحبه، لأ اللي هو الروشتة بتاعت القولون مثلا نفعت مرة فهي بقى أنا سبت روشتة على جنب كده وصورتها بالموبايل عشان لو ضاعت وكل بقى ما بطني توجعني انزل اصرف نفس الروشتة. هي اوقات هتنفع لو كان هو حاجه كرونيك يعني حاجه مزمنه وهتكمل. لكن في امراض كتير عندها نفس الاعراض، فبالتالي الموضوع هنا ما بقاش يعني مماثل لنفس الدواء. طب فاحنا نرجع تاني لفكره اشراك المريض، ودي بقت مهمه قوي لان منظمه الصحه وعموما كل شركات الادويه والمنظومات الصحيه اطلقت لسلامه المريض ما يسمى باليقظه الدوائيه، فارماكو فيجيلنس. ايه اليقظه الدوائيه؟ ان احنا كلنا نبقى اوير، عارفين يعني ايه دواء، ايه الضرر اللي بيجي من الدواء، ولو حصل اي ضرر ازاي اعرف ابلغ عن الضرر اللي حصل ده. ده مهم جدا للمرضى. احنا كام حد فينا بياخد دواء ويحس ان هو جاب له اثار جانبيه، ابتدى يجي له مثلا صداع من الدواء، مغص، مرضى كتير جدا بيحصل لهم كده. ايه اللي يخلي المنظومه تاخد بالها؟ ان الشخص نفسه يبلغ. لكن لو ما بلغش هيفضل دايما المنظومه مش عارفه ان في اصلا مشكله في الدواء، خاصه في ادويه بتبان اثار جانبيه اخرى غير المعروفه بعد سنين او بعد فتره. ده صحيح. ليه بقى مثلا؟ دي نقطه كويسه زي جمانة، لان انا مثلا عشان الدواء ينزل السوق بيتعمل عليه تجارب اكلينيكيه وسريريه على عدد محدود، على 3000 مثلا شخص، 4000 ممكن 10000، ولكن بينزل وبيستخدم لأوقات مئات الملايين. بعض الاثار الجانبيه بتبان 1 في المليون مثلا، هي مش هتبان قبل ما الدواء ينزل السوق. عشان كده مهم جدا ان لما الدواء ينزل السوق حد حس باي اثر جانبي مختلف. وخلينا برضه عشان نبقى حاجه عمليه، يخش على الموقع هيئه الدواء المصريه هيلاقي موجود تحت سلامه الدواء او فارماكو فيجيلنس او اليقظه الدوائيه، يدوس على اللينك يطلع له فور، يكتب انا خدت دواء كذا حصل لي منه اثار جانبيه كذا. المعلومات والبيانات هي اهم شيء في تطوير المنظومه الصحيه طبعا، وفي تطوير سلامه المريض. لو ما عرفناش المشكله جايه منين مش عارف نحلها. صحيح. والمشكله موجوده عند المريض، هو الوحيد اللي يقدر يقول لنا المعلومه. مفيش دواء يا دكتور النشره بتاعته مش مكتوب فيه اثار جانبيه. ده صحيح. طيب ما احنا لو كل دواء بقى اتعاملنا يعني بصينا على الاثار الجانبيه بتاعته، ما احنا مش هناخد ادويه كده. طيب خليني ناخد حاجتين مثالين. مثال، انا لو شخص مثلا بص في النشره الداخليه ولقى ان الاثار الجانبيه صداع، بنتعقد اصلا وجاله صداع. يعني هو مكتوب صداع وجاله صداع، هل يبلغ؟ يبلغ. ليه؟ لان بيبقى موجود في النشره الداخليه نسبه، يعني مثلا يقول ده بيسبب صداع بنسبه 2% من المرضى. لو الناس اللي بلغوا لقوا ان النسبه مختلفه، النشره الداخليه هتتغير، بدل 2 تبقى 4 مثلا. طب يبقى مكتوب نادرا احيانا، اوقات نادرا وتطلع فريكوينت، تطلع اكتر، فالنسبه ممكن تتغير. لذلك حتى لو كان الاثار الجانبيه مكتوبه، الاحسن ان حد يبلغ، او ان تبقى اثر جانبي ما كانش اصلا موجود، فبالتالي اولى طبعا ان هو يبلغ. عشان لو بيلاقوا مثلا ايه كذا حد، يعني خليني اقول لحضراتكم مثلا حد ماشي عمل حادثه وهو معدي الشارع وكان بياخد دواء، فعادة هيقول هو يعني مش هبلغ، مش هتفرق في حاجة. لكن هو لو بلغت مثلا وبعد كده اكتشفوا ان ناس كتير على مستوى العالم عملوا حوادث وبياخدوا نفس الدواء، ممكن يكون الدواء ده بيعمل دوخة. صحيح. فبالتالي تبليغ اي حاجة بتحصل اثناء الدواء بتخلي المنظومة الصحية احسن في ان هي توعي الناس الدواء كاثار جانبية دقيقة ممكن تكون عاملة ازاي. ده مهم في الوضع الحالي. لو اتكلمنا من الفارماكو فيجيلنس او اللي هي اليقظه الدوائيه وسلامه المريض من حيث المنظومه الصحيه نفسها. طبعا من حيث بقى عاداتنا وسلوكياتنا تالي ده موضوع كبير بقى، ده كبير جدا. وده بقى هيخليني اسالك يا دكتور، بما انك كمان ذكرت هيئه الدواء المصريه وفكره اليقظه الدوائيه، احنا بالنسبه لنا ده مش متعارف عليه، جديد بالنسبه لنا. زي ما كنت حضرتك بتقول احنا عاداتنا في استخدام الادويه صعبه جدا الحقيقه. شايف انه الدوله المصريه حاليا بتتعامل ازاي مع هذا الملف تحديدا؟ لانه ممكن الناس ما تكونش متخيله اضرار سوء استخدام الادويه. بالفعل هي يعني بتؤدي لمشاكل كبيره جدا
احنا ما بنكونش احيانا متخيلينها. ممكن الناس بتاخد ادويه اصلا مع بعض من نفسها، الادويه دي مع بعض اصلا ممكن تعمل كارثه ونبقاش عارفين، ممكن بالمناسبه قبل الاكل او بعد الاكل تعمل مشكله. يعني احنا بالنسبه لنا ممكن التفاصيل دي ما ناخدش بالنا منها اصلا. دواء مثلا كل 6 ساعات ناخده كل 12 ساعه وهكذا. يعني وخلينا نحط رقم للمشكله اللي حضرتك قلتيها. الرقم اللي حطيته المنظمه الصحه العالميه هو تريليون دولار. الاقتصاد العالمي ده رقم بيتحمل تريليون دولار بسبب عدم اتباع سلامه المريض، الاجراءات التشريعيه والقانونيه بتاعتها. وللاسف ده بيقلل النمو الاقتصادي العالمي 0.7% كل سنه. فهو الضرر نفسه كبير اقتصاديا. لو اتكلمنا بقى على المستوى الانساني نفسه، على الشخص نفسه، ايه المشكله؟ احنا بنعمل اجراءات من اول ان انا ممكن اخد الدواء واحطه في العربيه حتى مثلا وانا راجع البيت. صحيح. واسيبه واعمل بيه مشاويري وانزل، احنا درجه الحراره وصلت 40 كام يوم يعني، واسيبه في العربيه وانزل اشتري شويه حاجات. فاول حاجه التخزين، فمهم جدا في موضوع سلامه الدواء وسلامه المريض هو تخزين الدواء. هتخزن ازاي؟ ده ما بيتسابش في درجه حراره اكتر من 25، ولو كان ثلاجه لازم تحط درجه حراره الثلاجه. فبالتالي ان انت احنا بنسيبه يا اما في العربيه او لما ارجع البيت انا درج الدواء مثلا حطه في المطبخ او في الحمام، اكتر مكانين فيهم رطوبه واكتر مكانين فيهم درجه حراره عاليه. طب اللي احنا بنقوله ده كلها اجراءات من اول التخزين مثلا، هيئه الدواء. ويعني احنا يعني فخورين، وانا كصيدلي يعني هبقى متحيز اكتر ان هيئه الدواء بقت هيئه مستقله حاليا، ان هي بقى فيها قسم كامل لليقظه الدوائيه، فيها قسم كامل بيوعي الناس فقط على اهميه ان انت ازاي تاخد بالك من الدواء وتبلغ لو كان الدواء فيه مشكله. وهي اوسع كمان من فقط الدواء، هي للسلامه ان جنرال يعني. مش فقط للدواء. التوعيه دي مهمه جدا ان هي ابتدت تبقى موجوده في كل منظومه صحيه. احنا لو اتكلمنا على مجهودات الدوله هنتكلم كمان على التامين الصحي الشامل، ان بقى كل هيئه ليها علاقه بالرعايه الصحيه بقى موجود جواها قسم لليقظه الدوائيه. ده مهم جدا. وقسم لسلامه المرضى ابتدى يبقى فيه ممثلين عن سلامه المرضى جوه الهيئات الصحيه، ده اللي ما كناش بنشوفه زمان، وده اللي المفروض يبقى دايما موجود عشان صوت المريض يوصل للمنظومه الصحيه. صحيح. احنا دايما عندنا مشكله في موضوع صوت المريض او patient voice، ان المشاكل اللي بيتعرضوا ليها المرضى ممكن الكوادر الطبيه ما بقوش عارفينها. المشاكل اللي بياخدوها اللي بيواجهوها وما بياخدوا ادويه مثلا، اوقات احنا ما بتوصلناش ككوادر طبيه، زي ما حصل في ملف التخصص الدم والهيموفيليا في مصر مثلا، ان الدوله ابتدت يعني تغير من حتى الادويه، لان المرضى كانوا بيقولوا انا ما بقدرش، خصوصا لو اطفال، الطفل بينزف كل اسبوع ما بيروحش المدرسه. الادويه الى حد ما مؤلمه، بيضطر اروح بيه الطوارئ كل مرتين ثلاثه في الاسبوع. الصوت ده او الخبره الحياتيه اللي بتحكيها الام عن ولادها ما بتوصلش للكوادر الطبيه لوحدها. لازم يبقى فيه ممثلين، ولازم يبقى فيه مؤتمرات فيها الناس بتتكلم، فيها البيشنتس بتتكلم. طيب اسئله سريعه كده، مجموعه من استفسارات الناس دايما بتسال عنها. ماذا لو خدت دواء مثلا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي كان متخزن بطريقه غلط، او خدت الدواء مثلا وسبته معايا في العربيه 3 4 ايام، شمس وكتمه وصهد وحاجات كتيره كده، وبعد 4 ايام افتكرت ان انا حاطط الدواء في العربيه فخدت الدواء. طبعا استوى. ده هرجعه تاني الصيدليه، ده مش هيستخدم. يعني برجعه بقول ان الدواء ده حصل فيه المشكله الفلانيه وانا محتاج ان انا اغير، يعني يرجع للشركه او تتبرع بيه لو كان لسه ما بص. هو الصيدلي هيبقى اقدر واحد يقول لك هيحصل فيه ايه، يا اما هيرجعه للشركه يا اما هيقول محتاج يتعدم، او ان هو يقول لك حصلش، مش هيحصل مشكله. بس هو هيبقى صعب انه يرجع للصيدليه، حضرتك عارف يعني، خلاص احنا اشتريناه من هو مش هيرجع وتاخد فلوس. هيرجع يترمي يعني. هيتعدم. هو الصيدلي هياخده عشان يرجعه للشركه عشان يتعدم. وعموما اي يعني اي دواء درجه حرارته اختلفت هو بيحصل منه كذا حاجه، يا اما الماده الفعاله بتقل شويه، يا اما بيبوظ تماما، يا اما بيبقى سام. بما ان احنا الناس العاديه مش هتعرف تفرق هو ايه اللي هيحصل من الثلاثه، الاحسن ان انا برجع تاني للصيدلي بساله هو حصل 1 2 3 4 اعمل ايه؟ فده اجابه اول حاجه. طب انا الحاجه الحل بقى، انا ما بخزنش ادويه ولا في عربيه ولا في الكابينت بتاع الحمام ولا في المطبخ. الدواء لازم يتخزن في درج يكون جاف في مكان ساقع في البيت، مكان ما بيوصلوش شمس مباشره. وبراجعه كل شهر، كل 3 شهور عشان نبقى عمليين، ايه اللي طلع منه اكسبايرد، ايه اللي طلع منه صلاحيته انتهت، ايه اللي حسيت ان العلبه شكلها اتغير، ايه شكل القرص شكله اتغير.
وعاده احنا برضو بنقص الشرايط كتير، فعاده احنا بنقصه ونقصين مع الاسم بعديها بشهرين ثلاثه بقى مش عارف القرص ده بتاع ايه اصلا. ايوه اسمه التاريخ كمان والتاريخ ده اهم. فانا مهم لو حد هيقص الشريط بيلزق عليه تاني الاسم بتاع الدواء وتاريخ الصلاحيه بتاعه كان عامل ازاي. طيب برضو ماذا لو احنا، انا واحده بقع في المشكله دي، مثلا لو في ايا كان نوع المرض اللي يتطلب انتي بايوتيك او مضاد حيوي المفروض ان هو يكون مثلا كل 8 ساعات، انا بنسى فبيبقى كل 10 ساعات كل 12 ساعه، او حتى ده بيتطلب مني ان انا اغير ميعاد الساعه اللي انا ابتديت اخد فيها الدواء. ومنوع برضو في غلط تاني ان احنا حسينا ان احنا بقينا كويسين فما بنكملش كورس المضاد الحيوي. التانية اخطر من الاولانية بكتير. يعني ان انا اتلخبطت في الميعاد ففرقت ساعة او ساعتين فغيرت ميعاد المضاد الحيوي، يفضل ده ما يحصلش، ولكن لو حصل فضررها اقل من ان انا ما كملش الكورس. ان انا ما كملش الكورس انا كده بعرض جسمي والناس اللي حواليا كلهم ان في الاصابة اللي بعد كده المضاد الحيوي اللي انا خدته ونفع مش هينفع. فانا عملت مقاومة، خليت البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، هو بيسموها سوبر بج، بكتيريا قويه او سوبر ما بقاش بيأثر فيها المضاد الحيوي لان انا ما كملتش الكورس جت الاخر فطلعت منه اقوى. المشكله ان ده ما بيحصلش للشخص بس، ده هيحصل للبكتيريا، فهي تيجي لشخص اوريدي ما عملش الغلطه دي، فانا بقيت بجبر البكتيريا وقويها في المجتمع كله مش عند الشخص نفسه. فده ضرر مجتمعي مش ضرر شخصي كمان. طيب بالنسبه للدواء اللي انتهت صلاحيته، تمام انا خدت دواء صلاحيته منتهى. اوكي يرجع. عندنا معتقد ان الدواء بيبقى 6 شهور بعد التاريخ الصلاحيه. مش معتقد، احنا سمعنا على فكره كده، مش معتقد ولا حاجه، هنعرف. الناس كلها بتقول انت بتوفر دلوقتي، مش ده موضوع انا بس، احنا يعني ممكن الدكتور ياكد على المعلومه او لا. طب هو بيبقى باظ الدواء ولا ما بيبقاش نافع مثلا؟ خلينا او تاثير يعني الادويه كتير اللي احنا هنقوله دلوقتي تمام للمتخصصين، للناس العاديه مش عارف يفرق. بعد انتهاء الصلاحيه اوقات بيبقى الكونسنتريشن او التركيز بتاع الماده الفعاله اقل بعد مده الصلاحيه، فقلت هي بتقل حاجه يعني بسيطه جدا يعني، فينفع انها تستخدم لكذا سنه ولكن هيبقى الماده الفعاله اللي وصلت للدم هتبقى اقل. او ان ممكن بعد فتره التغيير الكيميائي بتاع الدواء هيتغير، التركيب الكيميائي، الشخص مش هيقدر يعرف هو الدواء ده بيحصل له كده ولا بيحصل له كده. صح. احنا عادة برضو تاني هنرجع للصيدلي عشان نقول هو الدواء ده، او ان الدواء يبقى فوتو سنسيتيف يعني الدواء لو تعرض لضوء لفترة طويلة هيبوظ. فانا شلته، عارفين او في اوقات ادوية بيبقى موجود جوه بلستر الومنيوم كده، بعد كده تشيل منه تلاقي الاقراص. فمثلا ده اتخزن سواء بقى طلع صلاحيته او ما اختلفتش وانا رجعت للصيدلية بالشريط كده غالبا هقول لك ارميه. برضو ده برضو هو باظ. ادويه الشرب يعني مثلا ده ليه غرض؟ طلع ليه غرض؟ انا كنت متخيل ان الشركه هي اللي يعني بتحاول تدي يعني نفسها شكل. يعني دي ادويه كلها فوتو سنسيتيف، لو تعرضت للشمس تبوظ. طبعا جمال عشان صيدلانيه يعني صعبان عليا قوي، صعبان عليا جدا. فالمهم ده ما تعرضش للشمس، يعني ما تشيلوش من الورقه وترميه، لازم يرجع تاني الورقه. ونفس الكلام برضو ادويه الشرب، ده الشرب لو لقيت الامبر لونه عنبر شويه كده ده غالبا برضه فوتو سنسيتيف، المفروض ما يتعرضش للشمس. الصلاحيه بتاعه الشرب وانس ان الغطاء ابتدى يطلع عليه سكر كده، احنا دايما نشوف دي ده خلاص كده عارفها انت باظت. فانا محتاج احافظ انه ما يحصلش فيها الموضوع ده. الدواء يعني الادويه الشرب دي ليها صلاحيه من بالتاريخ اللي مكتوب عليها ولا من تاريخ الفتح والاستخدام؟ ليها تاريخين، يعني هتلاقي جوه في الانسرت في تاريخين، في تاريخ لو العلبه ما اتفتحتش وفي تاريخ لو العلبه اتفتحت. فبعد ما اتفتحت يقول لك يستهلك في غضون اسبوعين مثلا بعض المضادات الحيويه مثلا، او في غضون اسبوع. القطرات نفس الكلام، القطرات عاده في خلال اسبوع، يقول لك لو فتحت القطره هي في خلال اسبوع كده تترمي. احنا عندنا قطرات في درج الثلاجه بقى لها سنه، عندنا بس سنين والله بتعيش معاها شغاله عمرها من عمري والله بتنقط. فدي هي غالبا معظم القطرات اسبوع. فبالتالي قرايه النشره الداخليه بدل ما اقعد ابذل مجهود في ان انا اقرا الاثار الجانبيه، الاهم اقرا طرق الحفظ وطرق درجه الحراره والصلاحيه بعد فتح العبوه، ده اهم. الاثار الجانبيه انا بقول للناس دايما اللي هتقراه هيجي لك، لان الاثر النفسي الاثر النفسي عالي جدا في الاثار الجانبيه. يعني المفروض يعني شايف انه المفروض ما نقراش الاثار الجانبيه مثلا عشان الاثر النفسي، ولا نعمل ايه؟ المفروض لو في حاجه واضحه بسال عليها الصيدلي او الدكتور ايه الحاجات الواضحه والاثار الجانبيه الواضحه اللي موجوده في الدواء.
الفكره ان انا النشره الداخليه بكده فيها الاثار الجانبيه زي ما قلت بالظبط النادره. فشخص ابتدي يقرا لسته كامله صفحه عن اثار جانبيه اللي هو الدواء هيعمل كل ده، فبالتالي يبتدي يتاثر نفسيا، بالتالي يبقى مش عايز ياخد الدواء، او كل الحاجات اللي كانت في الحاجات النادره دي تجيله ببلاسيبو افكت، يعني بطريقه اهاميه شويه ان هو جاله الموضوع ده. فالاحسن اسال برضو الكادر الطبي سواء كان طبيب او الصيدلي ايه الاثار الجانبيه الشائعه اللي ممكن تتعرض لها. عندنا مشكله كبيره قوي يا دكتور في الدخول على جوجل، لو اي حد تعب بيروح داخل على جوجل على طول، اول ما يكتب الاعراض يقولوا انت هتموت. ونفس الموضوع في الدواء، لو خد دواء وظهرت عليه بعض الاعراض الجانبيه يدخل يكتب الاعراض الجانبيه لعقار مش عارف ايه، فيطلع له كميه اعراض رهيبه مرعبه. طب هو الطب والصيدله وعموما العلم هو دراسه. يعني انا لو عايز ابني عماره مش هجوجلت، صح؟ هي نفس كلام منطقي برضه، نفس الفكر. الشخص اللي قعد 7 سنين من عمره يدرس طب او 6 سنين دلوقتي في صيدله، كل التركيبات الكيميائيه وكل التداخلات ما بين الادويه وبعض دي مش هينفع تتعمل فقط من جوجل. ينفع تتعمل من جوجل لو حد متخصص وعارف برامج معينه وعارف بيدور على ايه وبيدور بيسأل ازاي وبيسأل على ايه. لكن اللي احنا بنشوفه عاده ان الشخص فعلا بيكتب، خصوصا ابتدى جوجل دلوقتي يكتب له شات اعراض يطلع لك تشخيص. فانت يعني اختصرت 7 سنين بتاعت كليه الطب دي في 5 ثواني في جوجل مثلا. فلا طبعا هي خاطئه، نتمنى الناس ما تعملش كده، وهو الدكاتره بتتنرفز من لما حد بيروح لهم يقول انا دورت في جوجل، فنتمنى بس ما ينرفزهمش. انا ما بقولوش انا ما بقولوش، بسيبه يقول اللي عنده. طيب دكتور، في برضو بعض الادويه زي حاله شاذلي كده، الروشتة اللي بنفضل نستخدمها عمرنا كله، بنفضل ماشيين عليها وهي عارف الروشتة بتصفر، بس احنا لسه بنتعامل بنفس الادويه، يعني هي دي موجوده. وفي ادويه تانية بالمناسبه يعني حتى قطرات يعني بعد فتره ان انت تبطل تاخدها بتعمل مشكله وبتسبب ازمه. ايه الادويه؟ هل ده صح ان انا افضل اتعامل مع الادويه لفتره طويله هي مع نفس الحاله ولا لا؟ هل المفروض اعرف من الاول اذا كانت في ادويه ممكن تسبب يعني مش ادمان بس بتسبب ان الجسم تعود عليها؟ يعني النص الاولاني ده شق مهم جدا، اللي هي الروشته المتوارثه في العيله. يعني بالظبط، انا بابا وجدي خدوا الدواء ده ونفع معاهم، وخصوصا لو كان في مضاد حيوي. معظم البكتيريا بتسبب اعراض متشابهه، ولكن هي نوع البكتيريا مختلف، وكل نوع بكتيريا محتاج مضاد حيوي. في مضادات حيوي يعني المدى بتاعها واسع صحيح، ولكن انا مش المفروض استخدم واسعه المدى دي مع كل البكتيريا اللي بتجيلي. فبالتالي نفس الاعراض اللي بتحصل ممكن تكون مرتين، كل مره بكتيريا مختلفه، كل مره محتاجه مضاد حيوي مختلف. الادويه مثلا لو اتكلمنا بقى على ادويه كرونيك بقى، يعني حاجات مزمنه، اكيد دواء الضغط اللي خده شخص مش هينفع ياخد واحد تاني عشان الدكتور كتبه، حتى الجرعه نفسها كمان. هي حتى لو كان الدكتور كاتب لمريضه، ده برضو حاجه دي اللي محتاجين ننبه عليها وبتحصل كتير، حد جاله ضغط او جاله سكر وكتب له روشته، بياخد الدواء وما يروحش الدكتور تاني لمده 6 شهور، خلاص هو مكمل على الدواء. حتى لو هو نفس الشخص والمرض مزمن، لازم يراجع الطبيب مره كل شهر في الاول، بعد كده مره كل 3 شهور على حسب الحاله، عشان غالبا الدواء ممكن الدوز بتاعته تتغير، او ان الدواء نفسه حتى يتغير. بالظبط كده، التركيز او الدواء نفسه ممكن يتغير. فده للشخص لو عنده مرض مزمن وهياخد الدواء غالبا طول حياته، ده لازم يغير فيه كل فتره. ما بالكم بحاجه اكيوت وشخص بياخد روشته ويخلصها، او حاجه مثلا زي اللي فيها تعود ووحش للغايه، يعني الانالجيسكس او مسكنات الالم. مسكنات الالم دي كارثه، لان الشخص برضو روشتة لا دي من غير روشتة وحلوه دي منتهى الامانه من غير روشتة، وابتدينا نجيبها احنا كمان مره في مره. انت خلاص اتعودت ان الصداع على طول مزمن وما بيروحش غير بالمسكن. فيها مشكلتين، مشكله التعود، انا خلاص اتعودت على الدواء المعين ده، وفيها ان انا ما عرفتش اصل العرض ايه. الصداع عاده، المغص، الحاجه المستمره اللي باخد لها مسكنات غالبا هي حاجه ثانويه مش حاجه اوليه، يعني حاجه حصلت بسبب مرض تاني. فانا لازم اروح اشوف هو الموضوع ده بسببه ايه. طول ما انا عمال اخد مسكنات، طول ما انا عمال اجل معرفه السبب، باخر التشخيص. تاخير التشخيص ده طبعا بيؤدي للضرر نفسه، بتبقى اكتر في التشخيص بعد كده.
طيب نزلات البرد، وانت عارف طبعا نزلات البرد بتنتشر في فتره من الفترات كده، واول ما بتنتشر الناس كلها بتجري على الصيدليه تاخد الحقنه اللي هي فيها ميكس كده، فيها مجموعه ادويه كورتيزون على مضاد حيوي على مسكن كده. بس يعني هي برضو احنا بنروح للدكتور نقول له انا عايز حط لي كورتيزون وحط لي مضاد، صح؟ يعني بروح انا اختار معروفه. انا بروح انا اختار الحاجات. طب كويس، احنا معانا مثال جيد في في الحلقه النهارده. لا مش انا كمحمد، لا انا في الحاله بصراحه. انا قلت طيب احنا يعني انا باخد مضاد حيوي جرعه واحده. الجرعه واحده دي ده أسوأ يعني لسه كنا بنتكلم ان حد ما كملش الكورس، ده أسوأ بطريقه يعني اكبر بكتير من حد ما كملش الكورس. انا اديت الجسم مره واحده مضاد حيوي وبطلت. اديت الجسم كورتيزون بدون اي داعي. ايه داعي ان انا ادي لي؟ احنا يعني الناس متهيألي مش محتاجين نتكلم على اضرار الكورتيزون، الناس كلها بتخاف منه. الحاجه الثالثه انا خدت مسكن، مسكن بقى احسن. اوكي حسيت ان انا احسن. بس انا عندي ملحوظه صغيره، البرد انفلونزا دي فيروسات. المضاد الحيوي اللي انا باخده في حقنه ده مش هيعمل اي حاجه. المضاد الحيوي ده للبكتيريا. الفيروس ما بيتعالجش بمضاد حيوي. احنا انا عارف انها بنقولها كتير في البرنامج، صحيح. بس عايزين نقولها تاني وتالت طبعا، لان نقطه مهمه. المضاد الحيوي لا يستخدم للفيروسات، البرد والانفلونزا وكوفيد كل دي فيروسات مش هينفع مع المضاد الحيوي. اتمنى ان ده ما يحصلش تاني. اتمنى كمان الكوادر الطبيه والصيادله ان هو ما يوافقوش المرضى ان هو يدي لهم الحقنه دي. انا اضم صوتي لصوت حضرتك، يعني انا اضم صوتي لصوتك الحقيقه. يعني حتى المضادات الحيويه انا اتمنى انها ما تتصرفش، ما تبقاش اوفر ذا كاونتر، او ما تبقاش بتتباع في الصيدليات من غير روشته، لان انا شايفه ان هي فعلا ضررها اكبر بكتير. فانا اتمنى ان هي تبقى ضمن الادويه اللي تتطلب وجود روشته من دكتور. طبعا دكتور اسلام علان، استاذ في صيدليات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، نورتنا في صباح الخير يا مصر، ودايما ضيف عزيز علينا. شكرا ليك. شكرا جزيلا. صباح الخير. دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل باقي فقراتنا. مشاهدينا اهلا بكم في اهم وابرز الاخبار الرياضيه محليا وعالميا. فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خسر من أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب عزام في تنزانيا، وده كان في ذهاب دور الـ 32 للبطولة الكونفدرالية. فريق نادي بيراميدز اختتم تدريباته في كيغالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا، وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي، وكمان أظهروا حماس كبير للمشاركة في المباراة. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجيش الرواندي النهاردة الساعة 4 عصرا في ذهاب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. المصري علي فرج المصنف الأول عالميا توج بلقب بطولة قطر الدولية للسكواش، واللي أقيمت بدوحة في الفترة من 6 حتى 16 من شهر سبتمبر الجاري، وده بعد ما فاز على البروفي دياغو إلياس بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة. كمان منتخب مصر للسباحة بالزعانف حقق الميدالية الذهبية لسباق 2 كيلو متر تتابع مختلط سباحة مونو في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. ومنتخب مصر توج كمان بذهبية منافسات الفرق للناشئات في بطولة العالم للناشئين الخماسي الحديث تحت 21 عام، والمقامة خلال الفترة من يوم 11 حتى يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري بليتوانيا. جميلة علي لاعبة منتخب مصر للغوص والإنقاذ حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو للسباحة، وده كان في دوري ألعاب البحر المتوسط للكرة المتوسطة الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون. مروان العمراوي لاعب منتخب مصر للغوص والإنقاذ حصد الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كيلو متر للسباحة بالزعنفة المزدوجة، كمان حقق أحمد رضوان الميدالية الفضية لنفس السباق في دوري ألعاب البحر المتوسطة الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان. وأتلتيكو مدريد تلقى هزيمة كبيرة أمام مضيفي فالنسيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب ميستايا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024.
وتوتنهام حقق فوز مهم على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، وده كان في اللقاء اللي جمعهم على ملعب توتنهام هوتسباير ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق مانشستر يونايتد خسر أمام برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024. وفريق مانشستر سيتي حقق فوز كبير على ويست هام بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب لندن، وده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق ليفربول الإنجليزي فاز على مضيفي وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب مولينيو، وده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024. أما بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فتوج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الريدز ومضيفي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفريق بروسيا دورتموند حقق الفوز على فرايبورغ بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين، وده كان على ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن منافسات الجولة الرابعة في البوندسليغا. وفريق يوفنتوس الإيطالي فاز على لاتسيو بنتيجة 3-1 امبارح في المباراة اللي أقيمت على ملعب إليانز أرينا في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024. وفريق انتر ميلان حقق فوز كبير على نظيره ميلان بنتيجة 5-1 في الديربي اللي جمع الفريقين على ملعب نادي الانتر في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي. خلصت نشاطنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ميرنا، ولسه طبعا احنا كلامنا مستمر مع حضراتكم زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف وتحديدا في سدس الامراء. امبارح وهو موجود هناك زار اسره من الاسر المقيمه في سدس الامراء واتكلم معاهم كمان في تفاصيل كتيره قوي يا جمال. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف بقى التفاصيل دي ونعرف كل اللي حصل في هذه الزياره ومدار بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والاسره من الاستاذ عادل فكري وكمان زوجته السيده سناء مرعي اللي معانا على الهاتف. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جوان، منور الدنيا والله. ده نورك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، يعني قول لنا بقى في البدايه اتفاجئت بزياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه اللي حصل؟ احكي لنا واحكي للساده المشاهدين كمان. والله حضرتك احنا كنا عارفين ان الرئيس هينزل بني سويف ان شاء الله قريه سدس الامراء مركز بيبا، فكان عاملين له منصه هنا جنب العماره عندنا في الاسكان الاجتماعي، منصه قريبه خالص للشقه تحت، يعني ما فيش اقل من 200 متر يعني. فساعتها لما جه ونزل من العربيه طلع على المنصه دي والقى الكلمه بتاعته للجماهير اللي كانت واقفه والمنسقين بتوع حياه كريمه، وبعد كده نزل من على المنصه دخل يتفقد الاسكان الاجتماعي، فانا كنت اول عماره على ايده الشمال على طول وكنت داخل الشارع. فطبعا كنا بنحييه من البلكونه انا واسرتي، ونادت عليه قلت له اتفضل عندنا يا ريس، اتفضل عندنا يا ريس، طلل لي كده لفوق وابتسم وقال لي حاضر انا طلع لك فوق. كنت متوقع بقى الاستجابه دي؟ لا والله ما كنتش متوقعه خالص يعني. طيب اتفضل. استاذ عادل انا شايفك مسكت في الرئيس على الغدا. اه والله عزمت محمد زي على الغدا، وهو كان اقرب مننا يعني، راح هو اللي قال لا انتوا اللي تيجوا تتغدوا معايا. كنتوا جاهزين وعاملين حسابكم ان في غدا؟ والله يعني اي حاجه كنا نجهزها لسعاده الرئيس يعني، بس يعني هو مش قيمته يعني ولا مقامه يعني، احنا مهما نعمل يعني ما نديلوش قدره يعني. طيب استاذ عادل، وحضرتك بتتكلم دلوقتي قلت ان المنصه كانت موجوده جنب الاسكان الاجتماعي والشقه اللي حضرتك ساكن فيها، انتوا موجودين في الشقه؟ اه انتوا جيتوا الشقه دي امتى؟ موجودين فيها من امتى؟ استلمتوها ازاي؟ احنا لينا حوالي 30 كده فيها ان شاء الله. خدناها من صندوق دعم وتمويل المشروعات السكنيه. طيب قول لي استاذ عادل، لما عرفتوا ان سياده الرئيس هيزور قريه سدس الامراء، عايزه اعرف ايه اللي يعني ايه اللي كنتوا متوقعينه من هذه الزياره؟ هل كنت متوقع زي ما كنا بنتكلم انه الزياره جت مفاجاه، ويمكن حتى الحوار اللي تم بينك وبين سيادة الرئيس كان مفاجئ،
هل كنت متخيل او لما كنت بتقعد تفكر مثلا انت عايز توجه رساله او تتكلم مع سيادته، هل ايه اللي كان بيدور في دماغك؟ والله سعادتك انا كنت اول ما جه وقعد معايا انا اللي بدات الحوار، رحبت بيه لزيارته هنا بيتنا انا واسرتي الكريمه. فانا اللي فتحت معاه الحوار، لان القريه هنا اتقلبت من قريه المدينه. والله فعلا يعني اتقلبت من قريه صغيره داخل مركز داخل محافظه اتقلبت لمدينه لوحديها. حضرتك لو شفت الطريق، شفت الاسكان الاجتماعي، شفت المركز التكنولوجي، القريه فيها 6 مدارس. كانت الطلبه بتمشي بتاع الثانويه العامه دي تسافر لمركز بيبا، تخش المدارس بتاع مركز بيبا. دلوقتي المدرسه هنا مش يعني كميه الطلبه اللي بتخش المدرسه قليله جدا على حجم المدرسه اللي موجود. يعني الثانويه العامه دي كانوا بيسافروا لها، دلوقتي لا بتعدي الشارع. انا اولادي بيعدوا الشارع بس، يعني هو الشارع اللي كان واقف عليه سيادته ده، يعني اولادي بيعدوه يخشوا المدرسه في دقيقتين يكونوا جوه المدرسه. فانا امن عليهم يعني، ودي حاجة حلوة للقرية. والمركز التكنولوجي ده برضه هيخدم أهل القرية والقرى المجاورة. وبرنامج حياة كريمة ما شملش القرية دي بس، ده شمل كل القرى اللي تابعة لمركز بيبا، وقرى كبيرة جدا. كل القرى النهاردة دخلها غاز طبيعي وصرف صحي وشبكات مية جديدة ونت، ويعني حاجات القرى عمالة تتجمل والله. والبنية التحتية دي اتشالت تماما واتغيرت. يعني انت كان اللي في دماغك يا استاذ عادل ان انت تقدم له الشكر على اللي حصل في القريه. انا اقدم له الشكر ايوه على اللي حصل، احنا مش عاوزين اكتر من كده ده. طيب استاذ عادل، حضرتك يعني خير الناس ممكن يشرح الوضع كان عامل ازاي في القريه دي قبل التطوير اللي حصل فيها. والله القريه يعني الناس دلوقتي بيسموها سيتس سيتي، مدينه سيتس. يعني الناس منبهره بالجمال والروعه اللي حصلت في القريه. لا حلوه سيتس سيتي دي. والله هو كده، تيجي تقول لواحد تقول له قريه سيتي يقول لك لا يا بيه ما تقولش قريه، قول محافظه سيتي كمان. يعني حضرتك لو جبت التصوير تاني كده سعادتك اشوف طريق ولا الاسطورات عندكم في القاهره. والله حاجه يعني ده مهبط طيران مش طريق يا سيدي، حاجه تقعد كده بالليل محمد بيه تتفرج على الطريق، يعني حاجه فخمه جدا وحاجه حلوه قوي. ايه تاني اللي تم يعني الوضع؟ يعني حاجه تفرح يعني. استاذ عادل الوضع كان عامل ازاي عشان برضو الناس اللي مش من محافظه بني سويف في جمهوريه مصر كلها يعرفوا الوضع كان عامل ازاي في القريه دي وازاي تحول للصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ والله يا باشا كل القرى اللي تابعه لمركز بيبا بتتنقل نقله حضريه. كل القرى اللي دخلها برنامج حياه كريمه ده بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل مجهودات الرئيس، وبفضل برضو الناس القايمه على المشروع، وبفضل كل الناس والله اللي يعني الناس ما بتنامش. والله شغل في القرى ليل ونهار شغال في جميع القرى، مش القريه دي بس. مركز بيبا ده مركز كبير وبيحتوي على قرى كتير جدا، فالشغل فيه في كل بلد وفي كل قريه. طيب استاذ حاجه عظيمه يعني، وكل الناس هتستفيد والله من مشروع برنامج حياه كريمه ده. والله احنا سعداء ان احنا بنسمع الكلام ده منك يا استاذ عادل، لانه زي ما كان شاذلي بيقول لحضرتك يعني انت شاهد عيان، يعني انت عاصرت. فندم والله انا مهما لسان يتكلم ومهما اقول والله انا مش بجامل ومش هوفي الناس دي حقها والله. ولو طبعاً اي حد غيري هيقول لك نفس الكلام ده. أنا كان دايما حتى انا بصفتي موجه في التربيه والتعليم بلف على مدارس مركز بيبا كلها. والله ما في بلد النهارده ما فيهاش شغل، في القريه شغال فحت وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكات نت. الدنيا بتتغير تماما في القرى، يعني ما الناس مش متوقعه ان ده يحصل في قرى صغيره زي كده. والحقيقه يا استاذ عادل كمان ده اللي دايما بيأكد عليه سياده رئيس عبد الفتاح السيسي، انه اهم حاجه المواطن، وان ده حقكم مش مجرد خدمه بتقدم ليكم، لا ده حقكم ان المواطن المصري يكون عنده حياه كريمه. حياه كريمه بقى بتشمل جوانب كتير زي ما حضرتك ذكرت، حتى فرص العمل. وكان دايما كمان سيادته بيؤكد انه في فرص عمل بالفعل موجوده في الكره دي. طيب عايز اعرف منك بقى يعني كمان احنا شفنا حديث بين سياده الرئيس وولادك، انت عندك ولدين ما شاء الله. عندي ولدين. ايه اللي حصل بقى؟ زياد وعبد الله. ربنا يخليهم. والله هو الرئيس ده يعني رئيس انسان بمعنى الكلمه، والله حنين والله. يعني حضرتك تشوفيه على التلفزيون غير ما تشوفيه قاعد مع في وسط الناس كده، ويعني حاجه حاسسك ان هو واحد مني، مش
مش غريبه عنك ولا رئيس جمهوريه ولا كده، يعني دخلت علينا كده والله العظيم، يعني تشرح القلب حاجه كده، تخش القلب كده على طول. راجل بسيط، راجل متواضع، راجل احتضن الناس كلها ساعتها. ما فيش حد طلب منه ان هو يسلم عليه ولا يحتضنه ولا يقرب منه، غير وما كسفش حد، جبر كل الخواطر بتاع الناس كلها اللي طلبت. حتى حضرتك لو شفت ما فيش امن مركزي ولا في اي حاجه، وشوف الجماهير حواليه في كل مكان والناس ملتحمه معاه التحام تام يعني. مش طيب استاذ عادل، زوجة حضرتك كانت في اللقاء، هي موجوده جنبك دلوقتي نقدر نكلمها؟ اه موجوده يا فندم. يا ست سناء صباح الفل. ماشي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيكي. بصي هتكلم معاكي عن حاجات كتيره قوي، لكن لكن في البدايه كده يعني ردود الافعال عامله ازاي؟ انت اتبسطتي لما الرئيس طلع عندكم؟ طبعا. القعده كانت ماشيه ازاي؟ الرئيس هو بيتكلم معاك وتكلم معاكم في ايه؟ الحمد لله كويسين والله. طبعا الحمد لله، كان الواحد سعيد خالص ومبسوط الحمد لله. طيب يا ست سناء يعني اتفضلي. الحمد لله والله، وحتى الاولاد كلهم كانوا فرحانين خالص بالموضوع دوت، وجابر خاطر له اقول له اتفضل. الحمد لله اتفضل وطلع معانا. طب قولي لنا يا ست سناء بقى، كنت متوقعه ان سيادته هيطلع لكم؟ يعني استاذ عادل قال لنا ان هو نادى على سياده الرئيس من البلكونه وتفضل عندنا يا ريس وطلع. فكنت متوقعه ده يحصل؟ لا 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 والله، بس حضرتك جابر خاطرنا وطلع عشان حتى الاولاد الصغيرين. قولي له يا استاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا. نعم. قولي للاستاذ عادل احنا مش مجهزين نفسنا، مش مستعدين. لا لا طبعا، ده احنا بص لو حضرتك ايه، وبعدين ده مش اي حد سياده الرئيس يعني، ده طيب. اي حد، ده شرفنا والله، مش اي حد يعني. طيب تمام. بالنسبه طبعا استاذ عادل اتكلم عن استفاده القريه بشكل عام، الاولاد استفادوا ازاي، السيده كمان في هذه القريه في سدس الامراء استفادت ازاي، المراه استفادت ازاي عندكم في القريه من المشروعات اللي تمت؟ طبعا حياه كريمه دي عملت للناس كل حاجه فعلا، من اول الحاجه الماديه المعنويه، كل حاجه والله موفرين، حتى الاطفال مش ناسيين اطفال تعبينها برضه معاهم. عامل لهم كل حاجه كويسه والله. طب ست سناء بقى قولي لي، جيرانك بعد الزياره دي بقى ايه اللي حصل؟ يعني ايه جيرانك بقى؟ والله كله فرحان وعمال يبارك لنا والوقت مبروك. كله فرحان، هو بصراحه ما فزلش خطر حد ابدا، ده حتى الاطفال الصغيره كانت بتجي عليه تحت في الشارع ما يخش حد، وكله كان بيبوسه ويحضنه. وست كبيره قالت له نفسي اسلم عليك يا ريس، قال لها حاضر انت طالع لك. راحوا نزلوها شويه كده وهو والله يسلم عليهم، ما رضيش يكتفى. طب ولادك بقى قالوا لك ايه بعد زياره سياده الرئيس؟ والله كله كان من كتر المفاجاه برضه السعاده، مش يعني مش لحد دلوقتي الواحد ما كانش يصدق والله. لا كله كان فرحان، ودي حاجه اتسجلت خلاص في التاريخ، ومش يعني تبقى معانا العمر كله باذن الله. بسعادتكم دي بالدنيا يا ست سناء والله. طبعا ده هو زيارته لينا امبارح، انا والله داخل من باب الشقه انا فعلا عماله اسال نفسي انا صاحيه مش مصدقه. طيب بس الحمد لله والله، وشرفنا وشرف الدنيا كلها والله امبارح بزيارته لينا. استاذ سناء انا برضو عايز اسال حضرتك، المراه عندكم استفادت ايه من المشروعات؟ يعني مثلا في مشروعات موجهه للمراه، طبعا احنا بكل تاكيد في مشروعات عامه الكل استفاد منها، زي وحده صحيه، زي طرق، امن وامان في المنطقه، مشروع الاسكان الاجتماعي، لكن المراه على وجه الخصوص استفادت ايه من المشروعات دي؟ استفادت ايه المشروع هو بتاع حياه كريمه دوت، هي استفادت منه برضو، من اول ما اللي ما ملوش دخل ايه دخل، من كل حاجه استفادوا منها، حتى اللي بتحب يتعالج كل حاجه، هي المراه استفادت برضو بكل حاجه، هي والطفل بتاعها. طيب بما انك بقى ذكرتي كل حاجه والله، ما سابوش اي حاجه الاسره دي تحتاجها غير ما بيلاقوها، من معنويه الماديه كل حاجه، حتى الكشف كل حاجه. طيب ست سناء، يعني يمكن الاستاذ عادل كلمنا عن شكل القريه، ان ما كانش فيها مدارس على سبيل المثال، لكن بما انك سيده من قريه سدس الامراء، اكيد لما كنتي مثلا بتتعبي او حد من ولادك بيتعب، كنتي بتلاقي مستشفيات قريبه، كنتي بتلاقي وحدات صحيه قريبه؟ هو فعلا هنا القريه جدد فيها حاجات كتير، هي من زمان فيها مدارس بس جددوا بقى، يعني عملوا حاجات ما كانتش موجوده، دي ثانويه عامه دي كان الناس تركب لها تروح بيها، بقت موجوده. عملوا بقى الخدمات اللي هي مركز الكترونه، جددوا مستشفيات، طرق، حاجات كتيره والله، بقت بسم الله ما شاء الله بقت كويسه، بدل ما حد يركب لها مواصله لا بقت جنبينا في نفس المكان.
الاسكان دوت يخلوه جميل خالص. بس كل حاجه حوالينا الحمد لله يا رب، ومش احنا بس، ده كل الكره شغال فيها في كل حاجه. طيب بعد زياره الرئيس ليكوا في الشقه بتاعتكم، جيرانكم قالوا لكم ايه بعدها؟ ما هو كله مش مصدق، واصلا كله والله كان واقف في البلكونات كله برضه نفس الفرحه، احنا كله كان فرحان، كله كان عارف ان الرئيس جاي النهارده، كله واقف والله في البلكونات وفي الشوارع، وده كل الناس كانت خارجه في الشوارع، ما كانش حد في البيوت خالص. لا بس انتوا واخدين حاجه خاصه بقى، الرئيس طلع عندكم في البيت. دي اراده ربنا سبحانه وتعالى عشان بس يكبر خاطرنا. طب احنا كمان شفنا استاذ عادل اهدى سياده الرئيس سبحه. ده والله هي اكيد حاجه كبيره عند ربنا، بس الواحد لو كان في امكانه كان عطى احلى من كده، بس هو دي حاجه كبيره برضه عند ربنا، مش سبحه مش حاجه كده، وقال ده احلى هديه اتهدت ليا. هي والله يعني ست سناء والله يعني محبتكم زي ما دايما بنقول كده، الوسع في القلوب او المحبه من القلوب احسن من اي هديه واكبر من اي هديه، واعتقد هي فعلا جدا والله. كريم قلت له حضرتك تتغدى معانا النهارده، قال لا ده انت ولادك اللي هتيجي تتغدوا معايا، وفعلا رحنا اتغدينا معاه. هي بشكرك طبعا جزيل الشكر ست سناء، وبشكر كمان الاستاذ عادل فكري، يعني نورتونا الحقيقه بهذه المكالمه في صباح الخير يا مصر. يعني اعتقد يا شاذلي يعني زي ما سمعنا اراء الناس كده وردود الافعال ابلغ من اي كلام ممكن نسمعه، وحتى الصوره اللي كانت موجوده امبارح يعني ما اعتقدش ان في تعليق الحقيقه ممكن تحتاجه هذه المشاهد اللي بتعبر عن حب الناس وعن فرحه الناس بوجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس وسطهم في قريه سدس الامراء. على اي حال مشاهدينا التاسعه صباحا ومعايدنا مع موجز لاهم الانباء مع زميلتنا ميرنا. تفضلي يا ميرنا. شكرا لك يا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الهامة بهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين، من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات الأقساط المستحقة. كما وجه الرئيس السيسي خلال كلمته لدى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ تلك القرارات. وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية للأزمة الاقتصادية المركبة والتي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الأزمة الأوكرانية. أعلنت هيئة المواني البحرية الأوكرانية أن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا لتصبح أول سفينتين تستخدمان ممرا مؤقتا للإبحار إلى مواني البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والأسيوية. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانيها منذ بدء الأزمة وتفادي الحصار الفعلي المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب. وغادرت 5 سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيريتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم. هذا ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية وقوع أي أضرار أو إصابات ناجمة عن الحادث. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة قوبلت بتنديد غربي واسع النطاق. قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الشمال الأطلنطي الناتو روب هاور أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر تتجاوز قدرات الحلف. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف الناتو بالنرويج. وكان رئيس اللجنة العسكرية للناتو قد انتقد تأخر القدرة الإنتاجية في قطاع الدفاع وتباطؤ الإمدادات واستمرار الأسعار في الارتفاع.
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السويسرية استجابة لدعوة من النقابات والأحزاب اليسارية، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد. ودعا المتظاهرون السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط الضمان الصحي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. تأتي التظاهرة قبل شهر من الانتخابات النيابية المقرر إقامتها في 21 من شهر أكتوبر. اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن مرحلة الحالية تقتضي في المقام الأول التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة لامبيدوسا. من جهتها دعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن بلادها بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 800,500 شخص في غضون 3 أيام على متن 199 مركبا. وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا. وفي الجزائر تواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحرائق بولايتين في شرق البلاد، كما تدخلت مروحيات الإسعاف الجوية بحسب الحماية المدنية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا. ويشهد شمال الجزائر وشرقها سنويا حرائق غابات، وهي ظاهرة تتفاقم عاما بعد آخر بسبب تأثير التغير المناخي الذي يؤدي إلى جفاف وموجات حر شديد. نهاية موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. تابعنا مع حضراتكم أمس استقبال كبير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف. كمان الفرحة اللي كانت ظاهرة على آلاف المواطنين من أهالينا في الصعيد. طبعا احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بني سويف، وأهميتها وأهمية زيارات سيادة الرئيس لمحافظات الصعيد بشكل عام. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الساده المشاهدين وعلى مصر كلها. يا اهلا بحضرتك. اهتمام كبير جدا من الدوله خلال الفتره اللي فاتت بمحافظات الصعيد بشكل عام، وشفنا امبارح وتابعنا طبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف. اهميه هذه الزياره ايه يا فندم؟ هو شوف حضرتك، يعني هذه الزياره للسيد الرئيس بتاتي في اطار مبادره حياه كريمه واللي اطلقت من جانب الرئاسه في سنه 2019. المبادرة بتهدف إلى الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً في مصر، سواء المناطق الأكثر احتياجاً دي طبعاً أغلبها في الريف. احنا عندنا بالمناسبة يعني 4500 قرية في مصر، وبالتالي المبادرة قسمت إلى مراحل وقسمت القرى إلى مجموعات ووفقاً لتوقيتات زمنية، حيث تبدأ المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، وتعطى الأولوية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا. فاحنا بننظر إلى هذه الزيارة في هذا الإطار، وفي إطار اهتمام السيد الرئيس بمتابعة كل ما يتعلق بهذه المبادرة. احنا شوفنا يعني بالأمس زيارة للسيد الرئيس لمحافظة بني سويف، يمكن كان في فترة سابقة كان في زيارة لقرية الأبعدية في محافظة البحيرة. صحيح، وبالتالي يعني نفس المشهد، استقبال جماهيري كمان. بالضبط كده. إذن يبدو أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة ومن جانب الرئاسة بتخفيف الأعباء عن كاهل المناطق الأكثر احتياجا، وأيضا نستطيع أن ننظر إليها في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المناطق، وأيضا تحسين الظروف المعيشية للمواطن. فكل ده يعني ما يمكن أن نطلق عليه السياسات الاجتماعية للدولة، يعني بجانب الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي بيسير، عملية التنمية بتسير، إنما في أيضا البعد الاجتماعي في الموضوع. ده كان سؤالي التالي لحضرتك يا دكتور. يمكن إحنا بنتابع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنين اللي فاتت كلها الحقيقة، يمكن فيما سبق حتى لما كنا بنشوف افتتاحات لمشروعات كبرى، لكن ما كناش بنشوف هذا النمط من النشاط. كان ممكن يبقى فيه افتتاحات لكن
فكرة تواجد سيادة الرئيس وحرصه دايما واهتمامه بأنه يكون موجود، مش بس أنه يكون موجود وشاهد على الافتتاح، لا يكون مشارك فعلا، بيشارك الناس في الشارع وبيتكلم معاهم، وزي ما تابعنا زيارة سيادته لمنزل أحد الأسر هناك. بكل تأكيد ده ليه دلالة وليه أثر، وعلى الجانب الآخر ليه انعكاس كمان على المواطنين، بما أن حضرتك ذكرت السياسة الاجتماعية. ده صحيح، يعني هو بيعبر عن الاهتمام الشديد من جانب القيادة بهذه المشروعات وبافتتاح هذه المشروعات وأنها تؤتي ثمارها الإيجابية على المواطنين. بيعبر أيضا عن يعني جزئية مهمة من وجهة نظري، وهي أن ثمار التنمية تتساقط على الجميع، يعني لا يستأثر به ثمار التنمية وجوانبها الإيجابية في فئة معينة أو كده، إنما ده ما يمكن أن نطلق عليه العدالة في توزيع ثمار التنمية، وبالتالي بيأتي الاهتمام الأكثر بالمناطق الأكثر احتياجا. بيضاف طبعا إلى الجانب الرسمي وافتتاح المشروعات وكده، احنا ممكن ننظر أيضا إلى الجانب الإنساني في الموضوع. صحيح. الجانب الإنساني ده مهم قوي الحقيقة، وبيعبر عن التواصل بين القيادة وبين الشعب. واحنا شفنا يمكن استقبال السيد الرئيس في يعني منزل مواطن، وجات العملية يعني مش مترتبة، جات بالصدفة كده، إنما ده بيعبر عن التواصل الشديد بين القيادة وبين الشعب. وده يعني لو استخدمنا مصطلح سياسي شوية بيسمى في السياسة يقولوا عليه التكامل بين النخبة والعامة، أو التكامل بين القيادة والشعب. يعني إيه؟ يعني يبقى فيه تواصل مباشر. صحيح. يعني مش لازم التواصل يبقى فقط من خلال المؤسسات أو الأجهزة، إنما إحنا ممكن بنشوف دلوقتي وشوفنا قبل كده تواصل بشكل مباشر، يعني صحيح. زيارة لمواطن في منزله، طب ما ده يعني اللقاء مباشر. لا وكان في باعة جائلين حتى في الشوارع، كان سيادتهم يبقى معدي ويتكلم، يقف يتكلم معاهم. بالظبط، يعني شفنا مشاهد كتير. طبعا فده بيعبر عن التواصل الإنساني وعن اللقاء المباشر بين القيادة وبين الشعب اللي احنا بنتكلم عنه، وده له أهمية كبيرة قوي. وشوفنا حتى كمان واحنا بنتكلم عن الجانب الإنساني ان كان في عزاء من السيد الرئيس للمواطنين المصريين. صحيح. يعني اللي ماتوا في كارثة ليبيا، فكل دي أبعاد إنسانية ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي كمان بشكل عام. نعم، ليها انعكاساتها، كل هذه المظاهر ليها انعكاساتها على السلم المجتمعي بالتأكيد. ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس في خطابه بالأمس، يعني كان في عدة رسائل مهمة، منها تحية للمصريين ومنها الإشادة بدورهم في مواجهة الصعوبات والتحديات، فكل دي حقيقة قضايا مهمة في هذا الإطار. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف ردود أفعال أهالي بني سويف عن الإنجازات والمشاريع اللي نفذتها الدولة في المحافظة. في نقلة حضرية تمت هنا في قرية سيتسو الأمراء، مش بس في قرية سيتسو الأمراء، هي في 6 وحدات محلية بيشملهم 66 قرية هنا في مركزين ناصر وبيبا، عندنا 12 وحدة محلية، في 6 منهم في مركز بيبا بس بيغطوا 46 قرية، تم نقلهم نقلة حضرية، كانوا بيعانوا، عشان كده كنا بنسميهم الأكثر احتياجاً. صح. المركز الأكثر احتياجاً، عشان كده شملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان أول مركز معنا هو مركز ناصر بعدد 66 قرية، 1616 مشروع اتحولوا من قرية كانت بتعاني من المياه الجوفية، من عدم وجود طرق داخلية، مش بس كده حتى الفصول كان فيها تجدس. فحضرتك عارف أن المبادرة الرئاسية مبادرة هدفها التنمية الشاملة، عملنا مجمع خدمي زي اللي موجود ورا مننا بيشمل مركز تكنولوجي، وكمان بيشمل مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وسجل مدني وشهر عقاري، مش بس كده مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعب المحلي. عندنا 6 مجالس قروية، إجمال القرى التابعة للمركز 46 قرية، تعداد سكاني 525,000 نسمة على مستوى المركز، حاجة كل الحمد لله. 46 قرية دخلوا حياة كريمة،
عندي 1131 مشروع شغال على مستوى المركز، من ضمنهم قرية سيس اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. يا بختك يا استاذ صلاح. يا بختك، يعني حياة كريمة مركزة معاكوا جدا. الحمد جداً لله. الحمد لله. مركز بيبا يمكن اول مركز، الحمد لله مركزين دخلوا في المحافظة، من ضمنهم مركز بيبا فيه 46 قرية، المركز الثاني فيه 19 قرية. يعني احنا خدنا نصيب الاسد الحمد لله في حياة كريمة، مشروعات بتنفذ على ارض الواقع. كل حاجة هنا يعني والله العظيم فعلا فيها فايدة كبيرة قوي للبلد، وفعلا البلد اتغيرت، يعني بقت من قرية لمحافظة. الله أكبر. والله العظيم ده ايه الفتوح يعني ده كله. والله من قرية فعلا لمحافظة. واحنا بقى هنا هوف سيتس، فقابلنا ابو حميد، وقفنا قال لنا انا عايز اقول حاجه. عايز تقول ايه يا ابو حميد؟ عايز اشكر الرئيس على انجازاته وعلى تخطيطاته في كل حاجه، وهو نورنا النهارده في قريه سيس وحلانا وزودنا النص، وعامل انجازات كتيره معانا، وموفر لنا كل حاجه، وموفر لنا الانجازات كل حاجه، والمواصلات وكل حاجه موفره. يوسف الحسين عمل مجهود كبير جدا امبارح، راح امبارح حضر بالفعل الافتتاح، وبعد افتتاح ما تم وحضور سياده الرئيس وزيارته ولقائه بالناس، انطلق هو بقى عمل لنا جوله مهمه جدا في القناه الاولى، وزي ما شفنا طبعا ردود افعال الناس ولقائه كمان بالاستاذ عادل وزوجته في البيت. واهم حاجه دكتور، احنا بنتكلم عن ردود افعال الناس، ده المعيار المهم في نجاح اي مشروع. ده صحيح، يعني رد فعل الناس بيتعلق أو بيرتبط بالآثار الإيجابية اللي بيشعر بها المواطن. احنا شفنا دلوقتي يمكن في مواطنة من بني سويف أو من هذه القرية اللي زارها السيد الرئيس، وبتقول عبارة الحقيقة لها مغزى، بتقول احنا القرية بتاعتنا تحولت إلى محافظة. هي بتقصد بكده ايه؟ بتقصد ان بقى في اهتمام كبير بالقريه، في المرافق، في المشروعات، في البنيه التحتيه. صحيح. في الغاز، في الكهرباء، في الميه. فهو ده يعني اللي بتعبر عنه بطريقه تلقائيه او بطريقه بسيطه، بتقول ان القريه تحولت الى محافظه. واحنا فعلا شفنا ان في اهتمام كبير بهذه المناطق، سواء على مستوى المدارس او على مستوى محو الاميه او على مستوى الخدمات او على مستوى حتى المجمعات الحكوميه اللي بتقدم الخدمات للناس، هو بطريقة ميسرة وبطريقة سهلة وبالطرق الحديثة. فكل ده بيسهم في تسهيل معيشة المواطن وفي تسهيل حياته اليومية، وده أمر بيجد الحقيقة مردود إيجابي عند المواطنين، وخصوصا المواطنين البسطاء واللي بيعبروا عن الوضع ده وبطريقة تلقائية بتحمل نفس هذا المضمون. دكتور، يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت حتى منذ إعلان مبادرة حياة كريمة وتنمية الصعيد بشكل عام، كان الهدف أو انطلاقا من هدف أسمى هو الاستثمار في البشر وإعلاء مبدأ المواطنة وأنه يكون في عدالة في توزيع الخدمات. صحيح. يمكن الحقيقة هذا الهدف في حد ذاته هو هدف هام جدا وهدف سامي ونبيل الحقيقة، وكنا في أمس الحاجة لي. شايف حضرتك أنه حتى الآن ما تم من هذه المشروعات لأي مدى قدر يوصل للناس فعلا وقدر أنه يحقق الهدف ده؟ هو طبعا يعني ما فيش حاجة هتحصل في يوم وليلة، إنما الأمور بدأت في التحسن والمواطن بيشعر بكده. يعني شفنا ردود فعل أبناء بني سويف والقرية التي زارها الرئيس، شفنا قبل كده ردود فعل في محافظات أخرى. إذن العملية بتأثير بطريقة إيجابية، وخصوصا ان في متابعه من جانب السيد الرئيس لهذه المشروعات وما يحدث فيها، وفي ايضا زيارات ميدانيه زي ما شفنا زياره بني سويف وزي ما شفنا زيارات قبل كده. فكل ده بيعني ان الامور بتسير بطريقه ايجابيه. وفي نقطه مهمه قوي الحقيقه انا يعني بركز عليها في كلام حضرتك، اللي هي الاستثمار في البشر، او اللي انا بسميها التنميه البشريه. بمعنى إن التنمية ليست فقط في الجانب المادي، مش في المشروعات فقط، إنما التنمية أيضا في الإنسان، في البشر. إحنا لما نهتم بالتعليم، لما نهتم بالثقافة، لما نهتم بزيادة القدرات والخبرات، لما نهتم بتوفير فرص العمل، لما نهتم بالعلاج والصحة، ما كل ده بيحسن العنصر البشري. العنصر البشري ده أو المواطن اللي هو ممكن نسميه أو ننظر إليه باعتباره أداة التنمية. ما هي التنمية هتتحقق إزاي؟ من خلال البشر. إذن البشر أو المواطنين هم أداة التنمية، وهم أيضا الهدف من التنمية. صحيح. هي التنمية في النهاية بتستهدف مين؟ تستهدف المواطن وتستهدف البشر.
إذن التنمية البشرية هنا وتنمية العنصر البشري له أهمية كبيرة، باعتبار أن التنمية بتستهدفه، أن الثمار ستتساقط على المواطنين، وأيضا أن المواطن أو العنصر البشري هو اللي بيقوم بتنفيذ عملية التنمية. صحيح. وبالتالي دي أهمية الاستثمار في البشر. عظيم جدا دكتور. من أهم عوامل استقرار الدول بشكل عام هي العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن، أنه يكون في الموضوع مش مقتصر فقط على قرارات أو مبادرات بتنفذ، لكن وجود رأس الدولة وسط الناس، الحديث معاهم، الحديث التلقائي، احتشاد الناس في الشارع لمقابلة سيادة الرئيس، للترحيب بيه. وإحنا شفنا مشاهد عفوية حتى امبارح من الناس، ويمكن نفس المشهد ده اتكرر بالظبط في الأبعدية زي ما كنا بنتكلم في محافظة البحيرة من مفيش حوالي 3 شهور. وجود الناس موجودة في الشارع، عرفوا أن الرئيس جاي فنزلوا الشوارع عشان يستقبلوا سيادة الرئيس ويرحبوا بيه. ده دلالته إيه فهم؟ ده دلالته أن القيادة بتشعر بنبض الشارع، بنبض المواطن، بمتطلبات المواطن، وبطريقة مباشرة، يعني مش من خلال وسيط. يعني في هذه اللقاءات، اللقاءات مباشرة بين الرئيس وبين المواطنين. وشفنا حتى يعني في مشهد له مغزى امبارح في زيارة السيد الرئيس لبني سويف، وهو في شقة المواطن اللي استضاف السيد الرئيس، خرج للبلكونة وبيحيي الناس. فكل دي مشاهد بتعبر عن التلقائي، وتعبر عن التواصل بين الشعب والقيادة، وتعبر عن الإحساس بنبض ومطالب المواطنين. ودي الحقيقة نقطة مهمة قوي، أن يكون هناك تواصل بين الشعب وبين القيادة، وتواصل أيضا في بعض الأحيان بيبقى تواصل مباشر، يعني ليس من خلال وسيط. فده الحقيقة بينقل الأوضاع على حقيقتها، بينقل ما يحدث من إنجازات وما تمت من إنجازات، بيحمل أيضا مطالب المواطنين ونبض المواطنين إلى الرئيس، وخصوصا يعني كما تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس أنه بيعرف يعني عارف متطلبات المواطنين، وعارف الأعباء اللي بيواجهوها، وأن الدولة بتقوم بكافة الجهود التي يمكن القيام بها لتخفيف هذه الأعباء عن كاهله. دكتور إكرام، يمكن من ضمن المشاهد الحقيقة يمكن ألفنا أن احنا نشوفها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كل الأنشطة الرئاسية وفي خلال كل تواجده في كل يمكن الافتتاحات وتواجد سيادته، بنتابع أنه دايما بيكون ليه حديث وليه كلمة وبيتطرق لكل ما يشغل بال المواطن المصري. على سبيل المثال حديث سيادته امبارح عن انه بالرغم من الظروف الصعبه اللي بنمر بيها الا انه ما فيش حد هيقدر يوقف مسيره التنميه. شايف هذا التواصل المباشر فعلا، يعني بجانب حتى التواجد مع المواطنين في الشارع، لكن فكره حتى هذا الحديث وانه دايما على درايه بما يدور في بال المواطن وما يدور حتى على ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى الحديث اللي بيدور في الشوارع. ده صحيح، وده اللي أنا سميته أن القيادة بتشعر بنبض الشارع أو بنبض المواطنين. النبض هنا يعني متطلبات المواطنين، إيه اللي بيعاني منه المواطنين، كيف يمكن أن تساعدهم الدولة ومؤسساتها على مواجهة هذه التحديات. ويمكن الرئيس أشار أن في صعوبات بتواجه العالم، وطبعا الصعوبات دي انعكست علينا، يعني انعكست على مصر، وده نتيجة لأسباب متعددة معروفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية. إنما رغم كده، رغم هذه الصعوبات، إلا أن مسيرة التنمية ما زالت مستمرة وما زالت بتحقق أهدافها. وده الحقيقة اللي بيطلبه المواطن العادي. المواطن العادي بيطلب أن تكون هناك تخفيف في أعباء المعيشة، وده يمكن اللي اتجهت إليه الدولة واللي أعلنه السيد الرئيس بالأمس. رغم الصعوبات المحيطة، إنما عملية التنمية بتسير أيضا في هذا الإطار بما يحقق مصلحة المواطنين. وبجانب عملية التنمية، في مجموعة من القرارات مهمة جدا عايزين نتكلم فيها مع حضرتك. طبعا الإعفاء الضريبي، زيادة نسبة الإعفاء الضريبي دي عامل مهم جدا. صحيح. زيادة الحد الأدنى للرواتب للفئة السادسة، مجموعة من القرارات مهمة جدا لو حضرتك تكلمنا عنها وأهميتها. طبعا هي مجموعة من القرارات أعلنها السيد الرئيس في شكل توجيهات لمؤسسات الدولة المختلفة. زي زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة كبيرة، يمكن حوالي 25%. في أيضا زيادة إعانة الغلاء،
يعني اللي كانت بتقدمها الدولة أو بتقدمها الحكومة، زيادة المعاشات، زيادة في الرواتب، إعفاء حتى، ودي نقطة مهمة بتهم لو احنا بنتكلم عن الريف المصري وكده، اللي هي المتعسرين من الفلاحين في سداد الديون، فمدة الفترة الزمنية أو الأجل الزمني اللي انهم يستوفوا ما عليهم، ايضا تم اعفائهم من غرامات التاخير. ده قرار مهم جدا لانه هيساعد المزارع كمان على انه يقدر يشتغل وينتج اكتر الفتره اللي جايه، لانه خلاص احنا شلنا من على كتفه الاعباء والديون اللي كانت موجوده عليه، فهو بدا يشتغل وبدا ينتج، فده هيعود عليه وهيعود على الدوله، فده برضو بيساعد في عمليه الاستقرار بشكل عام في الدوله. ده صحيح، بيساعد في عمليه الاستقرار وبيساعد في عمليه التنميه احنا بنتكلم عنها دايما، وبيساعد في الارتباط الوثيق بين المواطن وبين القيادة وبين المواطن وبين مؤسسات الدولة، لأن في شعور بنبض المواطن وبمتطلباته وباحتياجاته، وده أيضا بيعتبر شيء إيجابي للغاية. أنا عاوز أقول لو أردنا أن احنا نسمي حياة كريمة في عبارة واحدة فهي حرب ضد الفقر بتقوم به الدولة وبتقوم به القيادة بهدف تحسين معيشة المواطن المصري. طيب دكتور، يمكن كمان تبعنا خلال حديث سيادته أمس أنه قال أنه بيبقى سعيد كل مرة بيقابل فيها الشباب المتطوعين، وأنه بيشوف الحاجات الجميلة اللي بيقوموا بيها، هل ده يعني تشجيع من سيادة الرئيس للشباب أن هم يكونوا مشاركين ومنخرطين أكتر مع مجتمعهم المصري؟ شايف أن ده إزاي ممكن ينعكس على حتى سلوك الشباب ووعيهم؟ طبعا دي نقطة مهمة قوي، وعنصر الشباب الحقيقة بيحظى باهتمام كبير من جانب السيد الرئيس ومن جانب الدولة ومؤسساتها. المجتمع المصري بيتقال عليه مجتمع شاب، مجتمع شاب يعني أكثر من 50% من المواطنين من الشباب، وبالتالي الشباب لهم أهمية كبيرة قوي، سواء كقوة إنتاجية أو من حيث الوعي، يعني غرس الوعي وغرس القيم الإيجابية لدى الشباب، وده اللي بيدفعهم إلى المشاركة، وده اللي بيدفعهم إلى الانخراط في المشروعات التي تقوم بها الدولة، واللي بتؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج إيجابية على المواطنين جميعا وفي القلب منهم الشباب. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نورتنا يا فندم في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا لحضراتكم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. لسه كلامنا مستمر طبعا عن زيارة سيادة الرئيس لبني سويف بالأمس، والقرارات المهمة اللي اتخذها امبارح سيادة الرئيس لمواجهة الغلاء، سواء رفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة في نسبة المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، إسقاط العديد من الديون على المزارعين، كل هذه القرارات هنعرف أهميتها وتداعياتها خلال الفترة اللي جاية. لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. أتوجه بتحية تقدير لكل المصريين الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة ووطن قوي. وظل كل المصريين في وجداني وضميري أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم. لأنه خلال كلام سيادة الرئيس امبارح في زيارته لبني سويف، وجه الحكومة بثمان قرارات مهمة جدا لصالح المواطن، منها طبعا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، هتبقى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. أيضا زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3000 و500. خلينا في تفاصيل اكتر عن قرارات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكاسها الايجابي على المواطنين. بنرحب بضيفنا الموجود معنا في الاستوديو دكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنه الاقتصاديه بالحوار الوطني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. ثمان قرارات اقتصاديه هامه في وقت دقيق جدا، حابين نعرف تفاصيلها اكتر من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين عليها اكتر.
خلينا في البداية نتكلم من فخامة الرئيس في ظل الظروف اللي موجودة دي، بيثبت كل يوم ان هو من نسيج هذا الوطن، يعني من نسيج المواطن، يعني حاسس بالمواطن، حاسس بارتفاع الأسعار، حاسس بالتضخم. لما نيجي نبص للزيادة اللي حصلت اتكلمنا عليها، زيادة استثنائية من 300 ل 600، الناس بتتكلم على انها 300 جنيه، لا هي 100% زيادة. يعني لما نيجي نتكلم ان في 100% زيادة حصلت لأصحاب المعاشات ولحياة كريمة اللي بيستفيد منها تقريبا حوالي 5 مليون أسرة، وبالنسبة للمعاشات حوالي 11 مليون مواطن هيستفيد من الرقم بتاع 600 جنيه. النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور. طيب معلش، واحنا في المعاشات أي مواطن على المعاش هيستفيد من هذه الزيادة؟ حوالي 11 مليون مواطن. النقطة الثانية زيادة الحد الأدنى للأجور، برضو احنا بنتكلم من 3500 جنيه لقرابة ال 4000 جنيه، يعني بنتكلم في زيادة تقارب ال 15%، 14.3%. أنا ليه بقول النسب دي؟ لأن احنا عندنا معدلات تضخم في مصر طلع خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها منذ حرب روسيا وأوكرانيا، وصلت التضخم لمصر لما يقترب من 36%. لما نجد أن فخامة الرئيس بيتدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجاً بنسب أقلها 15% وفي حتة تانية 100%، وارفع الحد الأدنى للأجور، واعفي المزارعين من أعباء الديون، الفئات المستهدفة من هذه القرارات هي الفئات الأكثر احتياجا، وهي الفئات التي تتحدث عنها فخامة الرئيس في حتة أن هو ده المواطن اللي تحمل مصر، وهو ده المواطن اللي احنا بنطالبه أن ينتج. في ذات الوقت بنقول له أن الدولة معاك، أن الدولة بتقدم لك تيسيرات وتسهيلات عشان تقدر تمر بالأزمة اللي بتمر بيها مصر نتيجة التضخم اللي تقريبا يعني كل دول العالم بتعاني من هذا التضخم. احنا لما نيجي نضرب كمان، حضرتك بتقول ان هو 300 جنيه، ممكن حد يبص لهم على ان هم رقم قليل، اضربهم في 11 مليون مواطن هيستفيدوا من 300 جنيه زياده دول. مش بس 11 مليون، بالنسبه للنسب الزياده، يعني احنا لو بنتكلم عن ان هناك نسب زياده في السلع او في المتوسط 36%، فانا اديتك علاوه تعادل نسبه زياده عن السنه اللي فاتت 100% بدل 300. وعلى فكره ال 300 كانت لسه في شهر 4 وكانت استثنائيه برضو، وبالتالي بيبقى في 300 تانية، يعني احنا بنتكلم عن حوالي قرابه ال 100%. القصه بتاعت الحد الادنى للاجور نفس الكلام، لما بصيت لها امبارح لقيت ان احنا لما تيجي تحسب ال 500 جنيه على 3500 تلاقي ان في زياده قرابه ال 15%. يبقى انا النهارده بدي للناس اللي هي اكثر احتياجا والفئات التي تستحق فعلا الدعم، ان انا بزود لها نسبة. حوالي 15% من الدخل. ده بخلاف حتة تانية وهي الاعفاء الضريبي. الاعفاء الضريبي ان احنا نرفع من تقريبا 36,000 ل 45,000، الفرق 9,000 جنيه ده بيمثل برضو حوالي 15، لو ضربته في 15% فئة الضريبة هتلاقي انها ممكن توفر لك 1350 جنيه. 36,000 دول الدخل سنوي مظبوط؟ طب عشان بس نشرحها اكتر. اجمالي الدخل الاعفاء الضريبي طلع بنسبة 25%، يعني 9,000 جنيه، فتقدر تقول ان عند ادنى شريحة ضريبة هي وفرت لك ما لم تنفقه، هو يعتبر ايراد، يعني انت اللي مش هتدفعه للضرائب كأنه ايراد ليك. طبعا. فبتعمل عند أدنى نقطة 15% حوالي 1350 جنيه. القرارات كلها متناسقة. طيب مع بعضها. بالنسبة فندم لا أيضا القرار هو زيادة الفئات المالية الممنوحة المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 مليون أسرة. هو دول 5 مليون أسرة بتاع التكافل وكرامة بياخدوا نفس الاستثناء وبياخدوا نفس المبلغ استكمالا لمشروع حياة كريمة، فمعمول عندنا تكافل وكرامة. ممكن كان الضيف اللي قبلي مع حضرتك بيتكلم ان احنا عندنا 4500 قرية في مصر، القرى الاكثر احتياجا بتعمل لهم حياة كريمة بالاضافة الى معاشات تكافل وكرامة والمبالغ اللي بتصرف من خلال تكافل وكرامة. كل ده في النهاية بيصب على تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجا. لما بنيجي نتكلم عن التنمية الاقتصادية وتكلفة التنمية الاقتصادية، انعكاس دواء على المواطن الأكثر احتياجا قد ما بيشوفوش مباشر ليه القرارات اللي خدها فخامة الرئيس عشان تأفكت المواطن مباشرة في حاجات حياتية،
إذا كانت زيادة في المعاشات الاستثنائية، زيادة في تكافل وكرامة، زيادة في الحد الأدنى كمان. زيادة في الحد الأدنى لكل المزارعين. النهاردة احنا بنتكلم عن الزراعة في مصر، الزراعة هي مستقبل مصر، الزراعة هي نواة التصنيع الزراعي. لما نيجي نتكلم عن الزراعة يعني احنا بنتكلم عن مواد خام بتدخل في التصنيع الزراعي، مواد خام بتستخدم في تصنيع صناعات تحويلية ممكن استفيد بها بالتصدير. ويمكن مصر السنة اللي فاتت معدلات التصدير بتاعتها ارتفعت بحوالي 20 مليار دولار. كل ما بننتج أكتر، كل ما هنقدر نصدر أكتر، العجز في الميزان التجاري بتاعنا هيقل، وبالتالي الفجوة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هتقل. ونأمل في المستقبل القريب أن انعكاسات اللي عملتها الدولة خلال 10 سنين تنعكس على الاستثمار وتنعكس على الصناعة. طيب، يمكن خلال حديث كمان سيادة الرئيس أمس تحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحدث أيضا عن الأزمتين اللي تعرض ليهم العالم أجمع، وأنه برغم أزمة كورونا على سبيل المثال كان عندنا معدل نمو كان هايل جدا، وكان حتى يمكن فالتوقعات الدولية حتى بالنسبة لمصر كان حوالي 5.6%، وكان المفروض أنه بعد المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت المرحلة اللي بعدها هي المرحلة أنه المواطن يشعر بالأثار الإيجابية لهذا البرنامج، لكن جت الأزمة الروسية الأوكرانية. فكرة أنه يعني خلينا نقول هذه المراحل أو المرحلتين دول تحديدا، وكل ما تم من جهود للدولة المصرية في التخفيف عن كاهل المواطنين، شايف حضرتك يعني لو ما كانش ده حصل أو ما كانتش الدولة المصرية اتخذت هذه الإجراءات الاستباقية، كان الوضع هيبقى شكله عامل إزاي؟ يعني الجملة حاجة بتقوليها أنا استخدمتها من قرابة سنة ونص كده، كنا في تحليل للوضع الاقتصادي ما بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، نتحدث عن أن 25% من سلة الغذاء العالمي توقفت، سلاسل إمداد توقفت، غاز توقف، مصانع توقفت. فكنت بسأل نفسي سؤال بسيط قوي، ماذا لو احنا ما كناش عملنا محطة بنبان، لو كنا ما كناش عملنا البنية التحتية، لو ما كناش عملنا الطرق، نمرة واحد كانت هتبقى تكلفتها كام النهاردة؟ صحيح. نمرة اتنين كنا ناخد وقت قد ايه؟ احنا مجرد أزمة بسيطة جدا حصلت في الكهرباء الدنيا اتبهدلت خالص على أزمة بسيطة كام يوم، يعني مش حاجة كبيرة. ماذا لو ما كانش عندنا محطة زي بنبان، ما كانش عندي بنية تحتية، ما كانش عندي تشجيع للاستثمار، كنا هنجذب استثمارات ازاي؟ فكان عندي سؤالين مهمين جدا لو ما كناش ابتدينا من 10 سنين. النقطة التانية التكلفة اللي كنا هنتحملها كانت هتبقى 4 أضعاف التكلفة. البنية التحتية اللي اتعملت دي عشان تجذب استثمار اتعملت من بداية من 9 سنوات، من اول ال9 سنوات. اصلاح الاقتصادي اللي حضرتك بتتكلمي عليه مش من النهارده، لان ما ينفعش ان انا اقول انا بعمل اصلاح اقتصادي من النهارده. احنا من 2016 ابتدى اصلاح اقتصادي على الجانب السياسات النقديه من تحرير سعر صرف وفوائد، وسنه 20 ابتدينا اصلاحات هيكليه على جانب العرض عشان نبتدي نشوف زياده انتاج. وانتاج لايه؟ احنا بنتكلم عن الصناعات اللي يحصل فيها قيمه مضافه. صحيح. يعني اللي هي بنسميها سلاسل القيمه المضافه، يعني صناعات بتافكت معدلات نمو عاليه. النقطه الثانيه بتعمل تشغيل للعماله، بتعمل احلال للواردات، وبتعمل تصدير. صحيح. مجموعه متكامله من الاصلاحات الاقتصاديه لو لم تكن تؤخذ ما كانش ينفع تاخديها بعد الازمه، لان بعد الازمه حدث ان مصانع في المانيا بالكامل المصانع توقفت، الغاز لما اتقطع عنهم المصانع توقفت، الفيضان اللي حصل في نهر الراين وادى الى انخفاض 5 سم بس، ما بقتش السفن قادره تنقل. يعني هم لما الغاز الروسي توقف من الانابيب يبقى في ناقلات، جه الفيضان ووقف الناقلات دي، فالتصنيع نفسه قل في العالم كله، وبالتالي اثر علينا كمنتجات ومستلزمات انتاج. يبقى عندي 25% من سلة غذاء توقفت، مستلزمات انتاج توقفت، طاقة وقفت مصانع في المنتج. ما يحصل عندي زيادة في الأسعار النهاردة لما نيجي نقارن مع الدول المتقدمة، دول العظمى G20 حصل عندها تضخم من 10-15%. صحيح. فأعتقد أن كلام حضرتك يعني بيمس الصلب بتاع الحقيقة، لولا أن احنا بدأنا
كنا هنتعرض لحاجتين، ان احنا هناخد وقت طويل قوي عشان نعمل في ظل توقف مستلزمات انتاج، والنقطه الثانيه التكلفه على الاقل على الاقل هتكون 3 اضعاف. طيب فالخطوات عظيم. امبارح ست الرئيس اتكلم عن الحوار الوطني واستجابته السريعه على عدد من القرارات، وحضرتك طبعا عضو في اللجنه الاقتصاديه والمحور الاقتصادي، يعني اهميه استجابه الرئيس ليكوا كاعضاء في اللجنه الاقتصاديه وكجمهور مشارك الناس كمان المشاركين في هذه اللجنه. خلينا نقول لك حاجه مهمه جدا في الحوار الوطني، وهي يعني عشان ما حدش يزايد على حد، الحوار الوطني حريه كامله في انك تقول رايك، انت بتاخد وقت ان انت تتحدث عن رايك، تتكلم عن المشكله، ولكن بنركز على ان احنا كفانا حديث عن المشكلات، عايزين حلول، قدم مشكله ومقترح. قول المشكله، كلنا عارفين المشاكل. اصل النهارده لما نيجي نتكلم عن التضخم مفيش حد في مصر مش عارف التضخم، الحلول ايه؟ لما نيجي نتكلم عن عجز الموازنه الحلول بتاعتها ايه؟ لما نيجي نتكلم عن عجز الميزان التجاري وان صادراتنا اقل من الواردات بتاعتنا، طب الحلول ايه؟ مش هنقعد نتكلم عن المشاكل عارفينها، بس عايزين الحلول. كافه المقترحات اللي تمت من خلال المناقشات في الحوار الوطني اتعرضت بكل امانه وبكل حريه، ودي كانت نقطه جميله جدا. احنا اطياف مختلفه، انا كنت مستقل خبير اقتصادي، كان في ناس من الاحزاب، ناس من مجلس النواب، ناس من مجلس الشيوخ، اساتذه متخصصين في كل المجالات، فكان الحوار سري بيننا وبين بعض، وكان في مساحه من الحريه انا شاهد عليها بنسبه 100%. قول اللي انت عايزه، لدرجه ان بعض الناس وهي بتتحدث عن المشكله بتستخدم الفاظ ثقيله، ما كانش حد بيوقف حد فيه ان هو يتكلم بالحريه دي، في نفس الوقت كان مطلوب منك حلول وحلول بره الصندوق. فاعتقد ان الحوار الوطني كان فرصه جيده جدا، فرصه جيده جدا ان احنا نسمع بعض، احنا ما بنسمعش الراي الاخر حتى في الاقتصاد. يعني في الاقتصاد ما فيش اتجاه واحد بس، يعني ما فيش مدارس في الاقتصاد، نظريات ثابتة، في نظريات مختلفة، ممكن احترم نظريتك لو كان فيها جزء من الاشتراكية وانت تحترم نظريتي فيها جزء من الرأسمالية، ونعمل حاجة تتناسب مع الاقتصاد المصري. فكنا بنسمع آراء مختلفة ونتعلم بقى ان احنا نناقش الاختلاف افضل من كده. لما بتختلف معايا انت مش عدوي، بالعكس كان كل الناس ليها غرض واحد بس، مصر اولا. طيب زي ما حضرتك تحدثت انه حتى يمكن من 10 سنين الدوله المصريه كان ليها خطه استباقيه وخطه استراتيجيه اقتصاديه بتسير عليها، واحنا بنتكلم هنا عن اولويات الدوله المصريه. شايف حضرتك اولويات الدوله المصريه اقتصاديا ازاي ساعدت ان احنا نتخطى الازمتين دول تحديدا؟ يمكن الاولويات بتختلف من دوله لدوله، بالنسبه لنا احنا الاولويات الاقتصاديه دي حضرتك شايفها ازاي، وشايف اثرت على الوضع اللي العالم كله فيه، مش احنا مش مصر بس اللي فيه، العالم كله فيه ازاي؟ قبل ما ندخل للنقطه دي، هل هناك احد كان يستطيع التنبؤ بفيروس كورونا؟ لا طبعا. هل هناك احد كان يستطيع ان يتنبأ بان تكون حرب بين دولتين بيمثلوا كتله كبيره من سله الغذاء العالمي؟ التنبؤ بالكلام ده، في ناس اقتصاديين يقول لك ايه، ما احنا ممكن نتنبأ بقى، نقعد كل شويه نقول ايه ممكن يحصل زلزال بكره ياخد نص الكره الارضيه. كلام التنبؤات ده ما بيبقاش مدروس لك. لم نكن نتوقع موضوع زي كورونا، لم نكن نتوقع ان العالم كله هيقفل. خلي بالك العالم كله قفل، احنا كان في كورونا بس اكمن الدوله المصريه كان عندها خطوات استباقيه فتخطت هذا الموضوع. حتى في مجال الصحه لفخامه الرئيس دايما يقول انا نفسي نقدم خدمات صحيه كويسه ويبقى عندي مواطن لديه صحه جيده. في مجالات الامن الغذائي ان احنا نعمل حاجه اسمها امن غذائي، ويمكن كان في مصطلحات فرقه كتير قوي، واحنا بنسمع كلمه الامن الغذائي عن توفير الغذاء، في فرق كبير قوي ان انا اوفر لك الغذاء، وده اللي كانت بتشتغل عليه الدوله المصريه خلال العشر سنين، وهو توفير الامن الغذائي للمواطن، توفير الصحه. فكانش عندنا هذه التنبؤات، وبالتالي طب ايه اللي خلى فخامه الرئيس ينظر انه يعمل الحاجات دي رغم ان ما كانش يتوقع طبعا، ما فيش حد يتوقع الكلام ده. هي رؤيه مصر او الجمهوريه الجديده، رؤيه الجمهوريه الجديده اللي هي عندها بنيه تحتيه تستطيع ان تصل في عام 2030 للحلم بتاع الجمهوريه الجديده، يكون عندنا فائض في التصدير،
يكون عندنا فائض في الطاقة، يكون لنا دور، وخلي بالك يكون لنا دور في الاتحاد الأفريقي، أهملنا أفريقيا طبعا. النهاردة بقى لنا دور في أفريقيا، لنا دور مع مجموعة البريكس، ومجموعة البريكس النهاردة هي سوق اقتصادي اتفتح لك لمصر لما تدخل عضو فيه، بيمثل 30% من الناتج العالمي. صحيح. عضوية الاتحاد الأفريقي اللي هي مصر عضو في الاتحاد الأفريقي على الجي 20 بيمثل تقريبا 61% من الناتج العالمي. لما نكون قدامنا هذه الفرص والأسواق الواعدة، ومصر لديها القدرات الاقتصادية والقدرات التنموية، إن أنا أستغل وجودي في هذه المنظمات ويبقى عندي هذا السوق، مش بس عشان أخف الضغط على العملة الصعبة، لا عشان أزود إمكانياتي التصديرية. بكل تأكيد. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شرفنا ونورتنا الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح خير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.